بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من ملعب الاهلي. زي ما حضراتكم شفتوا او زي ما عرفتوا امبارح، تم تاجيل مباراه القمه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك لاجل غير مسمى. الحقيقه انا تابعت كل ردود الافعال عشان اعرف برضو كل جمهور النادي الاهلي كيف يرى هذا التاجيل، ولكن البدايه بس عايز اقول لحضراتكم ان احنا دائما وخصوصا داخل النادي الاهلي، النادي الاهلي دائما ما يسعى الى شيء واحد فقط، وهو النادي الاهلي ما بين قوسين كده اسمه ايه؟ نادي الوطنيه. نادي الوطنيه، وبالتالي النادي الاهلي دائما ما يقف خلف كل مؤسسات الدوله في كل شيء، حتى لو كان الشيء ده جاي على حساب النادي الاهلي. وبالتالي عندما يقرر الامن، عندما يقرر الامن ان يتم تاجيل مباراه من وجهه نظره ان هناك امور غير اعتياديه بتحصل، خلاص اذا الامن المصري ادرى بشغله وادرى بظروفه. ولكن الحاله اللي موجوده دلوقتي هي حاله ان هناك البعض يدعي البطوله. وادعاء البطوله ده اسهل حاجه في الدنيا. المعلومة اللي كانت موجودة بقى لها فترة بتأجيل المباراة، فكتير جدا كانت عارفة هذه المعلومة، ولكن احترامنا للمسؤولين واحترامنا للقرارات الأمنية هو اللي بيخلينا دايما ما نطلعش نتكلم في هذا الموضوع. ولكن هناك البعض يتشدق أو بيبقى حاسس إن هو إيه، عايز أركب الموجة قبل ما تبتدي الموجة ابتدي اركبها. وبيني وبينكم هو مش غلط، هو صح، ساعات ناس بتعمل كده كتير، ولكن النادي الاهلي دائما عندما يتصرف يتصرف بعقلانية ويتصرف بموضوعية، ودائما يتصرف احنا دائما خلف مؤسسات الدولة في اي قرار بيتم اتخاذه. نادي الاهلي السنة اللي فاتت النادي الوحيد او اكبر نادي في مصر وفي افريقيا اللي وقف في وقت كان هناك قرارات ظالمة ضد النادي الأهلي في مثلا موضوع الحكام المصريين، ولكن النادي الأهلي وقف مع الحكام المصريين. بننتقد وبنقول كذا وكذا وكذا، ولكن الحكام المصريين النادي الأهلي طلع بيان قال لك احنا واقفين مع الحكام المصريين وما عندناش مشكلة في التحكيم المصري، على الرغم من النادي الأهلي أكثر الأندية في العام الماضي تعرض لظلم زي ما حضراتكم شفتوا في مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي وكذا وكذا وكذا، هنقعد نتكلم لبعد بكرة. فدائما النادي الاهلي عندما يتكلم بموضوعيه وبمنطقيه. ما عندناش اللي هو ايه، عايز اركب الموجه وعايز ادعي البطوله المزيفه. ادعاء البطوله المزيفه ده شيء مش بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما لما بيفكر زي ما قلت لحضراتكم بالشكل اللي انا قلت لكم عليه. شكل مؤسسي محترم. هو ده اللي احنا متعودين عليه، هو ده اللي احنا دايما بنشوفه. خدوا بال حضراتكم، القرار الامني بتاجيل المباراه، هو في مصلحه البلد. بما ان الامن قال كده يبقى اذا احنا ورا الامن. زي ما حضراتكم بتشوفوا في حاجات كتيره جدا بتحصل مش في مصر بس، بالمناسبه مش في مصر بس، هناك انباء وانا داخل من شويه هناك انباء عن تاجيل مباراه في الدوري الاسباني. مباراه مين بقى؟ ريال مدريد وبرشلونه، كلاسيكو الارض زي ما بيقولوا. مين اللي هياجلها؟ الامن الاسباني. كان هناك بعض الاتفاقات وكان هناك بعض الاقتراحات ان المباراه تتنقل بدل ما بتلعب في الكامب نو في برشلونه اللي هي في كاتالونيا، يعني لان هناك بعض الاحتجاجات هناك، فبالتالي كان المباراه من الممكن ان يتم نقلها الى سانتياغو برنابيو، ولكن رفضت الناديين رفضوا سواء نادي ريال مدريد او نادي برشلونه، وبالتالي من الممكن ان يتم تاجيل المباراه، وده العالم كله بيتابع هذه المباراه. فدائما النادي الاهلي نادي الوطنية، والكلام اللي احنا بنقوله ده احنا كلام مش عارف اقولها ازاي، ولكن احنا كلام عارفينه وحافظينه وطول عمرنا جوانا، والنادي الاهلي بيزرعه
لكل أعضائه وكل لاعبيه ولكل جماهيره، إن إحنا حتى لو كان الموضوع ضد مصلحة النادي الأهلي، حتى لو كانت الفرق كلها مرعوبة من النادي الأهلي، حتى لو كانت الفرق كلها حاسة إن لا أنا مش عايز ألعب الأهلي دلوقتي، أنا خاف ألعب الأهلي دلوقتي، أنا عندي مشاكل، أنا فرقتي وحشة، أنا فرقتي فيها مشاكل، كل ده ماشي ما يخصنيش، ولكن النادي الأهلي حتى لو كان في مصلحته لكن دائما ينظر إلى المصلحة العامة. اللي مرعوب أو اللي خايف، اللي خايف هنقول إيه؟ خايف خلاص. واضحة جدا يا جماعة، ويعني واضحة على كثير من الأندية، واضحة وصريحة، الكل خايف أن يواجه النادي الأهلي، الكل مرعوب أن يواجه النادي الأهلي. على فكرة هي مباراة كرة قدم تقبل دائما إيه؟ المكسب أيوه، والهزيمة والتعادل، زي ما متعود مع حضراتكم إن احنا نتكلم في هذا الشكل. النادي الأهلي هو الأفضل فنيا منذ 6 لقاءات، وحتى الآن مش كلامي، كلام كل المحللين المصريين وكلامي طبعا. فالنادي الأهلي الأفضل في كل شيء، النادي الأهلي الأحسن في كل شيء، ولكن هرجع أقول مرة تانية وأنا آسف إن أنا بكرر هذا الكلام، ولكن كرة القدم فيها 3 نتائج، المكسب والتعادل والخسارة. محدش عارف كان المباراة ممكن يحصل فيها إيه، محدش عارف إيه اللي كان ممكن يحصل. فالأمن قرر أن يتم تأجيل المباراة، تعظيم سلام، ما عندناش مشكلة على فكرة. وجمهور الأهلي اللي متضايق، وأنا مقدر طبعا الضيقة اللي عند الجمهور، ولكنها يا جماعة بجد أنا عايز حضراتكم بس تفكروا وتشوفوا كمية الرعب اللي على الفرق. يعني خلينا نفكر كده بس واحدة واحدة، على الرغم من دايما أنا بقول إن كرة القدم فيها كل شيء، ما تعرفش إيه اللي ممكن يحصل، خصوصا المباريات الكبيرة ما تعرفش إيه اللي ممكن يحصل فيها، لكن مدى الرعب ومدى الخوف ومدى الخوف من الهزيمة وكمية الفرح اللي في عيون الآخرين إن المباراة اتأجلت، على الرغم من ده قرار أمني بحت. كلنا بنحترمه، ومحدش يقدر فينا يتكلم في الموضوع ده، لأن أنا دايما لما بقول لحضراتكم بقول لكم إيه؟ بقول لحضراتكم إيه؟ إن يا جماعة إحنا عندنا، أنا شايف حاجات، أنا شايف إن ما تأمن الماتش يا عم، ده ماتش سهل وبتاع، مفيش حاجة اسمها كده. في حاجات إحنا ما بنشوفهاش كمشاهدين عاديين. الحاجات دي محدش يعرف يشوفها غير جهات معينة أو أجهزة الأمنية. وبالتالي افتخروا ان اللي بيحصل ده الناس كلها ركبت الموجة، واللي عامل بطل واللي عامل مش عارف ايه واللي عامل كذا وكذا وكذا، كل الكلام ده مفيش مشكلة، اللي عايز يعمل حاجة يعملها، انا يعني انا ما عنديش اعتراض بالمناسبة، ولكن انا بأخاطب جمهور النادي الاهلي. لكن من قبل حتى ان يتم اتخاذ هذا القرار الركب بتخبط في بعض، بتخبط. أنا كنت ببقى قاعد في مكان بسمع من لا يشجع الأهلي، بس بسمعهم ركابهم بتخبط في بعض. لا بجد يا جماعة، في ناس من اللي ما بتشجعش النادي الأهلي كانت بتقعد معايا وبتتكلم بمنتهى مش عارف إيه. فبعد المباريات الأخيرة اللي لعبها النادي الأهلي وفوزه في كل المباريات، قالوا لي إحنا مش هنتكلم في الكورة تاني يا عم، مش هنتكلم في الكورة تاني، مش عايزين نتكلم في الكورة تاني، خلاص بقى، ما يعني ما تعبنا من الكلام في الكورة. فهو ده اللي أنا دايما بتكلم فيه مع حضراتكم، مش عايز حد يتضايق، مش عايز حد يزعل، لأن احنا في النهاية كلنا وطنيين، المصريين كلهم معظمهم وطنيين. وأبصوا الفرحة حلوة ازاي، واحنا كل اللي عايزينه ان احنا نشوف المنظر ده مرة أخرى، ان يعود جمهور النادي الأهلي مرة أخرى إلى المدرجات، وكل جمهور الفرق بالمناسبة، مش النادي الأهلي بس، لكن احنا أنا نفسي أشوف أنزل يعني أنزل الملعب إيه؟ أسمع وأنا قاعد في الاستوديو جمهور النادي الأهلي وهو بيشجع فريقه، وجمهور الأندية الأخرى وهي بتشجع فرقها، على فكرة هبقى مبسوط، على فكرة هبقى سعيد. وبعدين أنت لما بتبقى فنيا عالي
وبتكسب، فالموضوع بيبقى بالنسبة لك خصوصا في ظل وجود جمهور الفريق بتاعك والفريق المنافس بتبقى حلوة قوي، بتبقى حاجة جميلة جدا، ولكن بما يتناسب مع الأخلاق المصرية والعادات والتقاليد المصرية اللي احنا متعودين عليها طول عمرنا من الجمهور المصري باستثناء بعض الأوقات. فالنادي الأهلي برضو مش عايز أنكر إن قد يكون حدث، مش قد يكون، ممكن جدا يكون حدث ارتباك شوية من قبل المدير الفني ريني فايلر، لأن عندما تقابل النادي المنافس نادي الزمالك، المنافس في أي بلد في العالم كده، عندما يتقابل الديربي أو الكلاسيكو سموه زي ما تسموه، عندما يتقابل الفريقين بيبقى لكل فريق منهم طريقته الخاصة، طريقته الخاصة في الإعداد، غير لما بتلاعب بقية الفرق. طبعا الكل بيتساوى، الكل ثلاث نقاط، ولكن دايما المباريات الديربي دي بتبقى ليها وضع خاص، ومش كلامي برضو ده كلام كل العالم، في كل ديربي في العالم بيحصل فيه كده. فالناس كانت بتستعد بشكل معين، بطريقة لعب معينة، بخطط معينة، بمفاجآت جديدة خلال هذه المباراة، فكل ده خلاص انتهى، ولكن سوف يتم استعادة الموضوع مرة أخرى. بمعنى ايه؟ بمعنى ان خلاص ماشي الماتش اتأجل، هنفكر في الماتش اللي بعد كده، عندنا مباراة ايه هنبتدي نفكر فيها، وهنبتدي نعمل لها خططها الجديدة، وهنبتدي نمرن اللعيبة مرة تانية على الخطط الجديدة وعلى التكتيك الجديد وعلى الأساليب الجديدة اللي هنشتغلها، أو الأسلوب هو هو، يعني بأي طريقة المدير الفني عايز يعملها. أنا عارف إن قد يكون البعض متضايقين، كلنا متضايقين. أنا نفسي كنت أتفرج على هذه المباراة، كان نفسي أتفرج على ريني فايلر هيعمل ايه في هذه المباراة، كان نفسي اتفرج على رمضان صبحي هيعمل ايه في هذه المباراة لو كان هيلعب، اجاي لو كان هيلعب، احمد فتحي لو كان هيلعب، محمد الشناوي لو كان هيلعب، كنت عايز اتفرج على فريق الاهلي هيبقى عامل ازاي امام الزمالك في هذه المباراة، لان انا عندي كان عندي احساس كبير ان النادي الاهلي الافضل، ولكن كرة القدم لا تأمن غدرها، كرة القدم لا تأمن غدرها. في فترة كنت اتشرف بالتواجد داخل النادي الاهلي وكنت بلعب في الفريق، كانت المباريات بتبقى محسومه والناس كلها بتقول المباريات محسومه لصالح النادي الاهلي، ولكن اللاعبين احنا لما كنا بنبقى نازلين الملعب ما كناش غير بنفكر في شيء واحد بس، ان احنا بننسى اللي فات، بننسى ال 17 18 مباراه اللي كسبناهم، وبنفتكر ان احنا الماتش ده عايزين نكسب، ودايما كنا بنحط في دماغنا ان كره القدم دائما ما يكون فيها المفاجآت. فعشان كده كانت فترة، ومش الجيل ده بس، الجيل اللي قبله واللي قبله والأجيال السابقة كمان كانت دايما بيبقى فيها كده. فمش عايز حضراتكم تتضايق، موضوع بسيط، احنا كان نفسنا نشوف كرة القدم مرة أخرى، وفي نفس الوقت عندما يقرر الأمن شيء ما حدش فينا بيعرف يتكلم يا جماعة، عارفين ليه؟ لأنه الأمن بيبقى عارف حاجات احنا ما نعرفهاش بجد يا جماعه. ما حد احنا بنبقى يعني انا عارف ايه اللي بيحصل في بيتي، حضرتك وانت بتتفرج عليا عارف ايه اللي بيحصل في بيتك، لكن انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل في بيتك. لكن اي حاجه تتقال من قبل الامن، انا دايما كده، مش انا، النادي الاهلي دايما كده، النادي الاهلي دائما ما يقف خلف كل مؤسسات الدوله في كل شيء. فمش عايز حد يتضايق، مش عايز حد يزعل، يا عالم كان ايه اللي هيحصل في هذه المباراه. خلينا نفكر في اللي جاي، مباراه واتاجلت انتهت، خلينا نفكر في اللي جاي، خلينا نفكر في بقية مباريات الدوري قبل البطولة الأفريقية، خلينا نفكر في البطولة الأفريقية، عندنا الجونة يوم الأربعاء القادم إن شاء الله هنلعب الجونة، نفكر في مباراة الجونة وإيه اللي هيحصل في مباراة الجونة، وكيف سيلاقي النادي الأهلي في مباراة الجونة، بتلعب واحدة من الفرق الجيدة في الدوري العام المصري، بيبقى ليها شكل مختلف دائما بشكل إيجابي أمام النادي الأهلي، بيلعبوا بشكل إيجابي، بيموتوا نفسهم أمام النادي الأهلي، خاصة إن المباراة بره أرضك في الجونة. فخلينا نفكر في مباراة الجونة، خلينا ننسى اللي بيحصل، خلينا ننسى اللي فات، خلينا ننسى التأجيلات والكلام ده كله، خلينا نفكر في مباراة يوم الأربعاء. مالناش دعوة مين هيلعب يوم السبت، مين هيلعب الحد، مين هيلعب، مالناش علاقة بالكلام ده. وخدوا بال حضراتكم، كل ما هتكلم هقول لكم افتكروا السنة اللي فاتت، افتكروا السنة اللي فاتت واللي كان بيحصل السنة اللي فاتت، اللي كان دائما بيحصل السنة اللي فاتت ايه؟ اصل النادي الاهلي بعيد، النادي الاهلي في المنطقه الدافئه،
النادي الاهلي بعيد، النادي الاهلي الاخير، النادي الاهلي اللي في النص، ما تكلمنيش انا مش عارف ايه، الكلام اللي حضراتكم سامعينه ده وعارفينه. لكن في النهايه ماذا حدث؟ قلت لكم دايما كنت بقول لحضراتكم كلمه ودايما كنت انا شخصيا مقتنع بيها، من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. اللي دايما بيضحك في الاخر هو اللي بيضحك كتير وبيضحك براحته، ولغايه دلوقتي احنا بنضحك. من نهايه الدوري لغايه دلوقتي احنا بنضحك، وهنفضل نضحك لنهايه الدوري اللي جاي، وان شاء الله بعد الدوري اللي جاي نضحك تاني. ونضحك على الكلام اللي بيحصل، وعلى اللي بيحصل ده كله. لان احنا في النهايه عندنا بلد اسمها مصر. هي دي اللي تهمنا، وهي دي اللي احنا نقف معاها. الماتش هيتلعب هيتلعب. الماتش هيتلعب هيتلعب. هيتلعب النهارده، هيتلعب بكره، هيتلعب الاسبوع الجاي، الاسبوع اللي بعده، الله اعلم، محدش عارف. لكن الماتش ان شاء الله هيتلعب هيتلعب. والاهلي ان شاء الله دائما خلال الفتره القادمه سيكون متفوق نظرا لعده ظروف. يعني خلينا نتكلم بشكل فني شويه، ان انت عندك مجموعه جيده جدا من اللاعبين. مفيش مشكله. اي لاعب موجود هو اللي هيلعب. ايه اللي كان هيعمله ريني فايلر في هذه المباراه؟ الناس كانت تنتظر او كانت عايزه تستنى تشوف. ماشي يا عم سمير. الناس كانت بتنتظر وتشوف هو ريني فايلر، ريني فايلر كان هيعمل ايه في المباراه دي؟ بقيه اللاعبين كانوا هيعملوا ايه؟ هو ده اللي احنا كان نفسنا بس نشوفه. لكن هنشوف يوم الاربع ريني فايلر هيعمل ايه في الجونه. ماتش صعب، ماتش مهم، ماتش بثلاث نقاط، ماتش ما بينك وما بين فريق عنده مجموعه جيده جدا من اللاعبين، عنده اداره واعيه ومحترمه، معظمهم من النادي الاهلي. دائما ابناء النادي الاهلي لما بيروحوا اي فريق تاني بيموتوا نفسهم، لان ده اللي اتعلموه في النادي الاهلي، ده اللي اتعلموه جوه النادي الاهلي، ان انا اموت نفسي طالما انا بلعب بتشيرت نادي تاني، حتى لو انا اعاره ولا انا كذا ولا انا كذا، بلعب بتشيرت نادي تاني، لما اجي العب الاهلي اموت نفسي اكتر. ده اللي انا، خلي بال حضراتكم اللي انا بقوله لكم ده حصل. يعني انا بتكلم مع حضراتكم بشكل عملي حصل. وعارفين جمهور الاهلي بيعمل ايه؟ الاحترام والادب والاخلاق. لو انت اديت مباراه كويسه وبيجي لك بعد حتى الجونه مثلا، لعيبه النادي الاهلي لعبوا بشكل جيد، اللي معارين للجونه لعبوا بشكل جيد، الناس بتسقف لهم. جمهور النادي الاهلي بيسقف لهم ان هم لعبوا بشكل جيد. مش احنا، مش النادي الاهلي، لان ده برضو الاسبوع الجاي هتلاقي الهيصه ماشيه في الهيصه، الكلام كله الفتره اللي جايه هتلاقيه في الاتجاه ده. هتلاقوه في الاتجاه ده، اتجاه الغل ومحدش بيلعب. بالعكس، ده هو الجونه او اي فريق، مش الجونه بس، اي فريق او اي لاعب بيمشي من نادي بيبقى عايز يموت نفسه قدام النادي الكبير اللي مشي منه، عايز يقول للناس انا اهو، انا موجود، انتوا اعرتوني او مشيتوني، انا عايز ارجع تاني والعب داخل النادي الاهلي، خصوصا النادي الاهلي، لانه ده هيثار الفتره اللي جايه. فكل اللي انا عايزه من حضراتكم اذا كنتم متقبلين الكلام اللي انا بقوله ده، لانه خلاص انتهى الماتش، اتاجل. وما تاجلش عشان خاطر حد، وما تاجلش لصالح حد. كل الكلام ده اركب الموجه واجري. فما تاجلش الامن، اجل المباراه تاجيل امني بحت بحت، بدون اي، لان مفيش حد بيتدخل خصوصا في هذه الامور، خصوصا في هذه الامور. اللي الامن شايفه في مصلحه البلد العليا، وبالتالي هو اللي بيتعمل بس. وعلى الجميع احترام قرارات الامن، على الجميع احترام قرارات الامن، ولكن من نظره اخرى يا جماعه، شوفوا مين اللي بيعمل الفتن دي وبيؤدي وبيوصلنا للفتن دي، وبيوصل الجمهور النادي الاهلي ان هو يفكر ان هو كذا ولا كذا، ولا هو بيتدخل ولا هو كذا. ما فيش حد يا جماعه، والله ما حدش بيعمل كده، ما حدش بيعمل كده. الكلام ده كله زي ما قلت لكم، اركب الموجه، بطوله زائفه، شعر مستعار، الكلام ده كله كله كده اي كلام يعني. فمش عايز اي حد اهلاوي، كل الاهلاويه العاقلين قالوا لي اه الامن قال كده تمام، وبرضه الاهلاويه المتحمسين شويه
هيفهموا، او هما دايما فاهمين ولكن هيفهموا اكتر خلال الفتره اللي جايه. فخلينا نعدي بقى الموضوع ده ونبتدي نتكلم في اللي جاي، نبتدي نتكلم في مباراه الجونه، نبتدي نتكلم في استعدادات الاهلي لمباراه الجونه. الماتش ده او تاجيل الماتش ده هيؤثر ولا مش هيؤثر؟ مش هيأثر بشكل كبير، لان خلاص المفروض تتلعب المباراه وتتلعب في ميعادها، ولكن قرار امني جه بتاجيل المباراه خلاص انتهت. خلينا نفكر في الجونه واللي هيحصل في الجونه وهنعمل ايه في الجونه. وبالمناسبه النهارده كان في حماس شديد جدا في ملعب التدريب النادي الاهلي، لانه وجود الكابتن خطيب مع الفريق وناس استعدت لغايه اخر وقت واخر لحظه. ما عندناش اي مشكله نلعب ما نلعبش ما بنخافش، احسبها زي ما تحسبها. اللي بيخاف يطلع بره، اللي بيخاف يطلع بره. دايما ما كنا دايما نقول الكلمه دي بينا وبين بعض كلاعبين زمان، يعني نقول ايه؟ مين اللي خايف النهارده؟ اللي بيخاف يطلع بره الاوضه، اللي بيخاف في اي ماتش يطلع بره الاوضه. ما كنا نقعد مع بعض كلاعبين. فاللي خايف عايز يعمل اي حاجه يعملها، اي حاجه يعملها. النادي الاهلي وجمهوره ومجلس ادارته وجهازه ولاعبيه كلهم ثقه في انفسهم. احنا في اي وقت، في اي وقت لاعبتنا هتبذل اقصى مجهود عشان تكسب كل المباريات القادمه، مش مباراه بعينها، كل المباريات القادمه. وهو ده المهم، ان احنا ازاي ناخد بطوله الدوري. النتيجه في النهايه تبقى ايه؟ كيف ان احنا نعمل كل المجهود عشان ناخد بطوله الدوري، مش نعمل مجهود في النص او مجهود في الاول ومجهود في النص واجي في الاخر كده يعني. لا، نادي الاهلي بيحاول دايما يعمل كل المجهود طول السنه بحيث ان انا اجي في النهايه اخد البطوله اللي انا عايزها. ده بالنسبه لبطوله الدوري، اعمل كل المجهود طوال السنين او طول السنه عشان اخد بطوله افريقيا، كل المجهود عشان اخد الكاس، وهكذا. هو ده النادي الاهلي، وهي دي الطريقه اللي دايما بيمشي بيها النادي الاهلي. بالمناسبه لفت نظري شيء جميل جدا خلال المباريات الدوليه السابقه. علي معلول كابتن منتخبنا، كابتن منتخب تونس الوطني. احمد فتحي كابتن منتخبنا الوطني في المنتخب الاول. مين كابتن منتخب المنتخب الاولمبي؟ رمضان صبحي. وبالتالي ثلاث قيادات، القيادات الفرق الكبيره والفرق اللي ليها اسم وليها باع، لما تبقى كابتن فريق في فريق كبير زي منتخبنا الوطني او زي المنتخب الاولمبي او زي منتخب تونس، اعتقد ده بيبقى شيء مميز جدا، وشيء مميز يدعوك ان انت دائما ما تفتخر. الثلاثه دول ده غير كابتن النادي الاهلي كابتن حسام عاشور. فاربع قيادات كلها قيادات جميله، كلها قيادات مهمه. لفت نظري الموضوع ده جدا، يعني قد ايه النادي الاهلي بيبقى ليه دور كبير جدا في تكوين شخصيتك لان انت تكون كابتن منتخب مصر، كابتن المنتخب الاولمبي للمنتخب الوطني المصري، كابتن منتخب تونس، والبقيه تاتي. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن موضوع كباتن المنتخبات المختلفه وشخصيه النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هو بالمناسبه برضو عايز اقول لحضراتكم، هو ليه النادي الاهلي متحفظ شويه على تاجيل القمه؟ طبعا لاسباب كتيره جدا، ولكن اهم هذه الاسباب ان لا يكون هناك موسم استثنائي. معلش هقول كلمه استثنائي، انا كان نفسي ما اقولهاش السنه دي، كنت يعني امل حياتي السنه دي ان انا ما اقولش كلمه استثنائي، ولكن من الواضح ان خلال الفتره القادمه سيكون هناك استثناءات. الموسم اللي فات كان دائما اعتراض النادي الاهلي ان ده موسم استثنائي، او مش اعتراض النادي الاهلي، التحفظ دائما للنادي الاهلي ان ده موسم استثنائي، موسم صعب. الموسم قعد 11 شهر ولا تقريبا 12 شهر 360 يوم اللي انا فاكره يعني. فبالتالي عمر ما شفنا دوري في العالم كله بيصل لهذه المده. عشان كده دايما النادي الاهلي قلق وعنده تحفظ على تاجيل القمه لهذا السبب، ان قد يكون الموسم استثنائي مرة أخرى. هنقعد نقول كل شوية موسم استثنائي، موسم استثنائي. طب السنة اللي فاتت كانت فيه البطولة الأفريقية، تم تغيير الميعاد وبقى في شهر 6 ولازم تخلص قبلها،
او في شهر هيبقى واقف في النص، والبطوله بطوله دوري ابطال افريقيا ايضا لاول مره تم تغيير ميعادها السنه اللي فاتت، وبالتالي كان هناك استثناءات كثيره. طب والسنه دي نتمنى ان شاء الله الامور تمشي في نساق او في نساق يحفظ للجميع مساله تكافؤ الفرص لجميع الفرق. جميع الفرق تحتاج الى مبدا تكافؤ الفرص، هو ده اللي احنا محتاجينه، هو اللي دائما النادي الاهلي بيدور عليه. فمن بعض برضو او ده من اسباب التحفظ دائما اللي بيعملها النادي الاهلي او اللي دايما بيثيرها النادي الاهلي السنه اللي فاتت، ان الموسم كان طويل قوي 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 وتسبب في اشياء كثيره جدا، وعلى الرغم من كده النادي الاهلي هو البطل. لكن كان هناك اشياء كثيره حدثت طوال هذا الموسم، الموسم السابق يعني. النادي الاهلي لا يتمنى حدوث اللي حصل السنه اللي فاتت زي السنه دي. لا، مش عايزينه يحصل تاني السنه دي. فهو ده بس من اسباب التحفظ. برضو كان مهم ان انا اشرح لحضراتكم ليه النادي الاهلي متحفظ على تاجيل القمه. خلينا نقرا بقى بعض الاخبار عن لاعبي النادي الاهلي. فايلر يجتمع بجهازه المعاون في المران المسائي. السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي عقد جلسه خاصه مع معاونيه على هامش مران او مران الفريق الجماعي مساء اليوم الاربعاء على ملعب التتش بالجزيره. شهدت الجلسه الحديث عن بعض الامور الفنيه الخاصه بالفتره المقبله. وواصل الاهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيره استعدادا للارتباطات القادمه. من ضمن النهارده التمرين كان هناك بعض الكرات العرضيه اللي اتلعبت في مران النادي الاهلي، او تم تخصيص فقره للكرات العرضيه. ايضا وليد ازارو انتظم في المران الجماعي. كان اختفى اللاعب خلال تدريب امس بالمران او تدريبات اداء تدريبات بدنيه خفيفه، ولكن النهارده اشترك بشكل كامل مع الفريق. كان ايضا هناك مران قوي لحراس المرمى شريف اكرامي والشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير رباعي حراسه المرمى بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. الحقيقه برضو وانا بتكلم وانا بتفرج على فتره التوقف الدولي، طبعا اتفرجنا على مباراه منتخبنا الوطني، من ابرز ما حدث في المنتخب الوطني لعيب زي حمدي فتحي، واحد من اهم وافضل الصفقات اللي جابها زيه زي بقيه الصفقات اللي موجوده دائما في النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره الحقيقه، وبدايه من شهر يناير السابق. ادى اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، ادى اضافه كبيره جدا لمنتخبنا الوطني في اول مباراه. لعب احرز هدف، حاجه جميله جدا. الهدف سهل طبعا وكلنا عارفين، يعني كره اتلعبت بالعرض عدت من الجون حمدي حطها بشمال، ولكن في النهايه ان انت تحرز هدف في اولى مبارياتك الدوليه شيء جميل جدا جدا بالنسبه لحمدي فتحي. حمدي فتحي هو مستقبل خط الوسط المدافع في مصر خلال الفتره القادمه. خلينا نطلع نشوف تقرير عن حمدي فتحي وبعد كده نرجع نتكلم شويه عن المنتخب الاولمبي. طيب اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عايز اقول لحضراتكم ان كان هناك ايضا في فتره التوقف الدولي مباريات للمنتخب الاولمبي. الحقيقه انا ما اعرفش ليه شايف ان هناك هجوم شويه عن المنتخب على منتخبنا الاولمبي. المنتخب الاولمبي عنده مجموعه جيده جدا من اللاعبين، عنده مدير فني كويس جدا الكابتن شوقي غريب، واحد من المديرين الفنيين اللي عندهم خبره كبيره جدا مع المنتخبات الوطنيه المختلفه، وبالتالي ان شاء الله عندنا بطوله يا جماعه كمان اقل من شهر يوم 8 اعتقد 8/11 بداية البطولة. البطولة دي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، إن شاء الله هتوصلنا إلى أولمبياد القادمة أول وتاني وتالت. فالمنتخب الأولمبي محتاج دعم كبير خلال الفترة القادمة، كل الدعم أنا شخصيا كل الدعم، ومن المفترض أن يكون هناك دعم كبير من الجمهور المصري لمنتخبنا الأولمبي. عندنا مجموعة جيدة من اللاعبين، مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك، مصطفى رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، بقية اللاعبين اللي متواجدين الحقيقة أيضا على مستوى عالي، أسامة جلال لاعب نادي إنبي، كلهم الحقيقة نجوم بيلعبوا معظمهم في المنتخب الأولمبي وفي أنديتهم بالمناسبة في الدرجة الأولى. في برضو محمد أشرف من الأهلي وزياد محمد من إمبي، مجموعة جيدة جدا من اللاعبين الحقيقة، دول بيلعبوا
أو كانوا مع منتخب الشباب والكابتن شوقي ضمهم إلى المنتخب الأولمبي. وحاجة جيدة إن احنا نشوف ونشوف لاعبين جدد ونشوف حاجات جميلة ونشوف حاجات جديدة، هو ده اللي احنا محتاجينه خلال هذه الفترة. هنتكلم أكتر الحقيقة عن منتخبنا الأولمبي مع نجومنا الكبار اللي هيشرفونا النهاردة، النجم الكبير الكابتن عادل طعيمة، النجم الكبير الكابتن ماهر همام، النجم الكبير الكابتن محمد حشيش. لكن في نهاية بس قبل ما أقفل الفقرة دي عايز أقول لحضراتكم إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية النادي الأهلي مش هيركز في شيء، ملوش دعوة بالكلام. زي ما قلت لحضراتكم دائما ما بنبصش على الكلام اللي بيحصل حوالينا، دائما احنا ماشيين في طريقنا، دائما اسلوبنا واحد. كلمة الكابتن خطيب للأسف أنا ما طلعتش يعني من بعد كلمة الكابتن خطيب في بطولة أو عندما تم الاحتفال بالدوري العام، الاحتفال بالدرع العام المصري بالدوري بالدرع الدوري العام المصري في الموسم السابق في النادي للنادي الأهلي اللي فاز بيه النادي الأهلي. كلمة كانت رائعة جدا، وكلمة احنا دايما لو تاخدوا بال حضراتكم هتلاقونا تقريبا بنقول نفس الكلام، لأنه احنا الكل مدرسة واحدة، مدرسة النادي الأهلي، مدرسة احترام النادي الأهلي، مدرسة أخلاق النادي الأهلي. كبير الأهلوية أو رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب اتكلم وقال إيه؟ قال يا جماعة احنا مش هننساق أبدا لأي حد بيغلط في النادي الأهلي أو لأي حد بيتدنى بمستواه أو بيتدنى في كلامه بالنسبة للنادي الأهلي، لأن احنا دائما ما بنكون محترمين. كلمة مهمة جدا، وهو ده الشكل اللي احنا دايما بنمشي عليه والاسلوب اللي احنا دايما هنتحرك بيه دائما الحقيقة خلال الفترات السابقة وخلال الفترات القادمة إن شاء الله. طيب قبل بس ما أسيب حضراتكم ومع عايز أسيب حضراتكم لتقرير مع ثلاثة من نجومنا الكبار كابتن مروان محسن وكريم نيدفيد وحسين السيد، نشوف هيقولوا لنا ايه عن اصاباتهم وعن شغلهم خلال الفتره اللي جايه. وبعد كده هستقبل ثلاثه بقى من النجوم الكبار ايضا في الاستوديو، النجم الكبير كابتن عادل طعيمه، والنجم الكبير الكابتن ماهر همام، والنجم الكبير الكابتن محمد حشيش. نطلع نشوف هذا التقرير وفاصل، وبعد هذا التقرير والفاصل نستقبل نجومنا الكبار. الحمد لله، والله بتمرن، واحد بتمرن كويس بيعمل دوره سواء موجود او مش موجود، ده دور انا بتمرن كويس، بتمرن كويس، المدير الفني بيتكلم معايا كويس، والباقي على ربنا. وانا في وسط فرقتي ووسط اهلي، والواحد مبسوط دايما ان هو في وسط بيته، وربنا رب يكرمنا الفتره الجايه دي ومزيد من النجاح ان شاء الله باذن الله. الحمد لله بدأت دلوقتي مرحلة الجري الحمد لله. الدكتور طمني العملية الحمد لله كويسة الحمد لله 100%. مستني إن شاء الله الكنان إن شاء الله، بناخد مستني جهاز الإس بي الكنان الواقي بتاعي هيجي بعد 5 أيام المفروض، وبعد كده بياخد 4 أيام بعدها يعني أول ما ياخد القياس إن شاء الله بقى قريب في الملعب يعني بإذن الله. الحمد لله الدنيا تمام، اهو بدات النهارده اجري اول مره اجري النهارده، فان شاء الله خلال اسابيع باذن الله اكون موجود مع الفرقه ان شاء الله.
وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار النجم الكبير الكابتن عادل طعيمه. كابتن اسلام ازي حضرتك؟ ان شاء الله تكون بخير وانت كمان. الحمد لله ربنا يخليك يا كابتن. النجم الكبير كابتن ماهر همام. كابتن اسلام وحشنا والله. وانت كمان والله ربنا يخليك. النجم الكبير كابتن محمد حشيش انت مش وحشنا ابو كباتن ولا انت لازم نغير ايوه كل شويه. ازيك يا كابتن؟ ازيك بارك الله تمام الحمد لله. يعني كابتن عادل كان من المفترض ان احنا هنتكلم عن مباراه الاهلي والزمالك، ولكن زي ما حضرتك شايف المباراه تم تاجيلها بقرار. اخد راي حضراتكم برضو في هذا التاجيل وتاثيره على النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا احنا مش عارفين ايه الخلفيه، لكن الحاجه الغريبه ان احنا اهلي والزمالك من 20 يوم كنا بنلعب السوبر بجمهور. ايه الداعي ان انا النهارده وانا في اتم استقرار وفي كل حاجه يعني على اتم ما يرام ماتش زي ده بيتاجل؟ وطبعا كلنا كنا بادين الموسم على اساس ان مش هيبقى فيه مؤجلات، وشفنا قد ايه اتحاد الكوره او اللجنه اللي بتدير الكوره مصممين من البدايه ان مش هيبقى فيه هناك اي تاجيلات الا في الحاجات الكوارث لا قدر الله او حاجه. لكن يا كابتن ده قرار امني في النهايه. الامن انا جاي لسه بكامل بقى كلامي. يبقى اذا القرار يبقى الجماعه في الامن شايفين ان في حاجه احنا مش شايفينها، وبالتالي لازم نحترمها، لازم نحترم الجزئيه دي. الامر لا يسلم ان برضه احيانا بيبقى فيه كلام بيتقال، ممكن يتقال انه التيم المنافس احتمال يكون بيعمل نوع من انواع الضغط او حاجه بعيده شويه. بعيده لكن خالص. يعني حقيقه يعني انا بقول الكلام اللي بيتقال في الشارع. اذا الامن لما يقول ان انا المباراه ديت انا ماجلها، يبقى كلنا لازم سمعا وطاعه، لان دي اجراءات احنا ما نقدرش ان احنا نتكلم فيها. بالزبط. وبالتالي الماتش هيتاجل، بس اعتقد برضو مش هي يعني نتمنى انه ما يترحلش للاخر، يعني برضو يبقى في فتره كده يتلعب بحيث انه ما يبقاش يرجعنا برضو للحاجه القديمه، ان احنا برضو نوصل لمرحله ان انا برضو يبقى ده كان تحفظ النادي الاهلي بالمناسبه وحضرتك بتتكلم. ده كان تحفظ النادي الاهلي. احنا يا جماعه مش عايزين نبقى زي السنه اللي فاتت كل شويه يقول لك موسم استثنائي موسم مش عارف ايه. احنا كنا بنفتخر ان الاهلي والزمالك بيلعبوا في الاسبوع الرابع، وقلنا اللجنه الموقره يعني جايه في توقيت ممتاز جدا، واخدين قرارات واللجنة المسابقات عامله شغل عالي جدا في عمليه تنظيم القرعه. فاللي احنا بنتمناه ان شاء الله يعني انه برضه يجد الوقت ان الماتش الاهلي والزمالك يبقى برضه في الاسابيع اللي هي القادمه، بحيث انه ما يبقاش ما يترحلش للاخر، علشان ده يبقى برضه انجاز للجنه الكوره باذن الله تعالى. تمام كابتن ماهر. هو احنا طبعا تبشرنا خير يا اسلام في وجود اللجنه الخماسيه ولجنه الاتحاد، واتكلمنا على الجانب الاداري وقلنا انه بدايه جيده، جدول منتظم، مفيش تاجيلات، الدوري في ميعاد وينتهي في الدور الاولاني بميعاد، حتى المباريات الحبيه للمنتخبات كلها كانت في اجنده. وقلنا تبشرنا ان اللجنه الخماسيه ديت هتبقى يعني تعوض لنا السلبيات اللي حصلت في السنوات الماضيه ونبدا صفحه جديده. لكن واضح يا اسلام برضك مع الاسف يعني الامور ما بتخص بالجديه، لكن طبعا احنا بنحترم قرار الامن، وهم طبعا عندهم رؤيه ويمكن شايفين اكتر مننا بشكل كبير، بس نتمنى يبقى فعلا قرار امني ما بقاش فيه حاجات تانية. لا مستحيل يا كابتن. مستحيل. يعني بنحترم طبعا قرار الامن من خلال تاجيل مباراه الاهلي والزمالك في الاسبوع الرابع، ويعني انا شايف كان الفرقتين مستعدين استعداد جدي، خصوصا النادي الاهلي يعني احنا كان عندنا الدافع الاكتر ان احنا نلعب المباراه تحت اي ضغوط، لكن يعني ده قدرنا. والنادي الاهلي طول عمره سباق، طول عمره بيلبي، وطول عمره بيحترم. النادي الاهلي لعب يا كابتن بالمناسبه وحضرتك بتتكلم، لعب من اسبوعين بالظبط، لعب مباراه يوم الاربعاء ومباراه يوم السبت. بالظبط. مباراه يوم الاربعاء كانت في الانتاج الحربي، ويوم السبت كانت اسوار وسافر في اسوار الساعه 3 الظهر. الساعه 3 الظهر. يعني النادي الاهلي دائما ما يتعرض للضغوط ويوافق طالما هو شايف ان هي في مصلحه البلد
وفي مصلحة كرة القدم المصرية، وبالتالي بيوافق على الحاجات دي. بالظبط. ودي زي ما احنا عارفين سمة النادي الاهلي وشخصية النادي الاهلي ومجلس ادارته المحترم. فيعني وافقنا بدون اي رد او اي اعتبار، ونتمنى زي ما كابتن عادل الاهلي يبقى في اقرب فرصة ان يتحط مباراة القمة في الاسبوع الرابع خلال الفترة القادمة. وانا شايف ان الدوري ان شاء الله هيبدا بكره. نتمنى ان شاء الله توفيق لكل الفرق باذن الله. كابتن حشيش، بص يعني عشان نلخص الموضوع كده في عجاله، يعني اول ما تبقى دواعي امنيه بنعمل تعظيم سلام، لان مصلحه طبعا البلد اهم من مصلحه اي حد تاني او اهم من مباراه اهلي وزمالك. احنا لو هنتكلم من الناحيه الفنيه طبعا النادي الاهلي خسر من التاجيل، والمنافس كسب من موضوع التاجيل، لان الناحيه الفنيه النادي الاهلي كان ماشي بخطه ثابته، ماتشات مكسب، اخر ماتش مكسب كويس، اداء كويس، على عكس المنافس تعثر في اخر مباراه ليه، وطبعا اداؤه ما كانش على المستوى، اقل من المتوسط، فالنادي الاهلي هو اللي خسر. انما لو هنتكلم على الدواعي الامنيه طبعا ما حدش بيتكلم فيها، واعتقد يعني وانا يعني متاكد ان دي هو ده السبب الحقيقي في التاجيل، عشان بس ما يطلعش الناس تاخد بطوله مش بتاعتها، عشان الكلام ما يكترش في الموضوع دوت. القرار قرار امني، الامن اكبر من اي حد تاني سواء اهلي او زمالك، ولازم اي حد يحترم هذا القرار. وهنشوف ان شاء الله في الفترات اللي جايه. احنا طبعا مجلس الاداره والنادي الاهلي دايما بيحترم طبعا اي قرار، وخصوصا ما يكون قرار دوله او قرار امن. وان شاء الله بالتوفيق يعني الفتره اللي جايه، ونتمنى بقى ان تنتظم المسابقه زي ما وعدونا من بدايه طبعا قبل البطوله، ان هتبقى طبعا المباريات بالدقيقه وبالثانيه وبالكلام ده. فنتمنى يعني عشان ما نوصلش زي ما انت قلت في الانترو ان بقى تبقى سنه استثنائيه بقت يعني دمها تقيل. عايزين لا يبقى فعلا دوري بجد، يبقى المواعيد مواعيد وتبقى الدنيا ماشيه. واعتقد طبعا البطوله الافريقيه سواء للاهلي الزمالك لاي انديه ثانيه تواريخها معروفه من دلوقتي، وان شاء الله باذن الله ما يتكررش اللي حصل المره دي. يعني كابتن عادل برضو بما اننا بنتكلم، انا كنت عايز اخلي الموضوع ده في الاخر، ولكن بما اننا بنتكلم على النادي الاهلي وماذا يحدث في اتحاد كره القدم وموضوع التاجيلات، لجنه المسابقات اقرت ان تكون هناك مباراه ما بين نادي الزمالك ونادي المقاولين العرب يوم السبت القادم دون اختار حتى نادي المقاولين العرب. ده اللي احنا عرفناه من الكابتن المهندس محمد عادل المشرف العام على كره القدم في نادي المقاولين العرب. وبالتالي هل حضرتك شايف الموضوع ده ازاي برضو، لانه موضوع غريب شويه؟ اللي انا قريته من خلال المواقع انه الماتش ده لازم يتلعب مكان الماتش الاهلي، لانه لو ما اتلعبش هيبقى نادي الزمالك ليه مباراتين مؤجلتين، الاهلي ليه مباراه مؤجله واحده بس. علشان الامور دي بقى كلها فيها نوع من تكافؤ الفرص، فيبقى الزمالك هيبقى له لما يلعب مع المقاولين هيبقى فاضل له مباراه واحده بس مؤجله، والاهلي مباراه واحده مؤجله، وده يبقى فيه نوع من انواع تكافؤ الفرص بالنسبه للفرقتين. كون ان في حاجه ما وصلتش، ما اعتقدش ان في ماتش يوم السبت والنهارده الاربع، اعتقد النهارده يمكن على بالليل يكون وصل الكلام ده، لان اعتقد انه المراسلات والحاجات دي اظن في ثواني بتوصل. انما دي برضو خطوه انا بحيي اللجنه عليها، لانه بتحيي اللجنه عليها. طبعا طبعا، عشان تكافؤ الفرص من البدايه. بس هو كده خلي بال حضرتك ظلم مثلا في زي اسوان، ما هو اسوان كان المفترض هيلاعب نادي الزمالك. شوف يا كابتن، لا يمكن هتبقى عادل العدل ده يعني صفه من صفات ربنا سبحانه وتعالى. طبعا طبعا، انما البشر لابد يبقى في سنه ظلم في حته معينه. هو النادي الاهلي ما بيظلمش؟ انت روح رايح تدرب. انا اسف، اسوان كان هيلعب المقاولين. انا اسف، المقاولين انا بس غلطت. المقاولين كان ما هو زي ما احنا كنا بنتكلم عن ايه يا كابتن، ان الاهلي عندما يستعد لنادي الزمالك او المنافس التقليدي بتبقى الامور مختلفه، وبالتالي المقاولين عندما يستعد لاسوان او غير لما يستعد لنادي الزمالك برضه، صح؟ والمقابل اسوان كمان حاجز يا كابتن، ده كانوا حاجزين خلاص. يعني الانتقالات والاقامه المقابل بقى من وجهه نظر النادي الاهلي، انا كنت بستعد ان انا هلاعب الزمالك. انا النهارده مش هلعب وهقعد لحد يوم الاربعاء علشان هلعب الجونه، فانا كبرضه كجهاز فني حاطط البرامج بتاعتي والاحمال بتاعتي وعامل الشغل بتاع التكتيكي وعامل ماتش ودي وما دخلتش الناس وعامل اجراءات
قويه جدا ومجهز لعيبتي نفسيا. صح. كابتن محمود الخطيب رايح مره واثنين عشان يقعد مع اللعيبه عشان يحفزهم، وفجاه يعني هو كان موجود معاهم في التمرين والقرار لسه ما اتخذش. هو ده برده مش مفروض ان دي برده حاجه بتمس النادي الاهلي. فهتلاقي دايما كلنا لازم نتحمل بعض. انت النهارده الاهلي لما لعب الاربع مع الانتاج ويوم السبت كان يوم الخميس يا دوبك ما اتمرنش، الجمعه بيسافر اسوان عشان يتمرن تمرينه ويلعب السبت في درجه حراره 43. طب ما برده دي برده حته كان ممكن جدا انا اعترض عليها. فالحتت الصغيره دي احنا كانديه، وده اللي انا بتمناه كابتن اسلام وكابتن ناهر كابتن حشيش. انا النهارده قرينا كتير ثلاث اربع يعني رؤساء انديه وناس مسؤولين عن الكوره، الكل بقى بيهدد انا مش عارف هعمل وانا هسوي وانا هستقيل وانا ما هلغي الدوري وانا يعني عايزين الامور ده تهدأ. امور خارجه عن اطار حاجه امنيه زي ما قال الكابتن حشيش والكابتن ماهر وحضرتك قلت، ده اجراء امني بحت. اللجنه حط نفسك مكان اللجنه اللي هي بتدير الكوره في مصر، انت لو انت موجود مكانها وجه القرار ده ايه القرار اللي هتاخده؟ ما لازم القرارات اللي هم خدوها اعتقد انها قرارات سليمه مليون في الميه، لان هي حاجه هم لا يمكن يتمنوها. الراجل لسه من شهر ونص بيقول ايه؟ بيقول ولا مباراه هتتاجل. لما تيجي حاجه فوق طاقته الامن بيقول ما فيش، خلاص كلنا لازم يبقى يعني كنوع من نيجي على نفسنا شويه. انا كاسوان انا كنت حاجز وهو الاخر ماشي يعني نلغي الحجز ونلعب المقاولين. هيتخصم فلوس انت عارف حضرتك برضو، ما هو لما تيجي تتكلم على اسوان تحديدا كمان عشان الامكانيات الماديه اللي هم ما لعبوش برضه على الاضواء يا كابتن لازم كلها تكلف. تتكاتف مع اسوان. انا مع حضرتك في دي، انا كابتن انا مفروض انا الاستاذ المحترم الدكتور اشرف صبحي من فضلك الانديه زي اسوان انا بعمل لهم اركاب كل 13 ماتش بتاعهم. الاركاب على نفقه الدوله هيكلفهم ايه؟ ملاليم. انت بتأمن محافظه بتعشق كره القدم وشعب راقي وشعب محترم جدا شعب اسوان. الفرقه بتاعته ما عندهاش الامكانيات بعمل لهم اركاب لل 13 ماتش اللي بيلعبوه خارج اسوان. هل دي فيها مشكله؟ والدور الاولاني يلعبوا على الاضواء عشان الحر لسه موجود في الدور الاولاني برضه عندهم. صعب صعب يا اخي يا كابتن حشيش كام؟ بالظبط كام؟ مليون؟ 2 مليون؟ ولا حاجه بالنسبه انت ساعات بتديهم لمركز شباب. صحيح. انت محافظه كامله، محافظه اسوان دي من ارقى المحافظات صح يا كابتن. طبعا حضرتك وبشارك حضرتك في هذا الموضوع 100% وقلناه. اعمل لهم يا كابتن خلي بال حضرتك اركاب. الاهلي لن يستفيد. الاهلي لن يستفيد بموضوع الضوء النور. طيب. انت لعبت في الحر. لان احنا لعبنا خلاص. طبعا. اللي جاي كله مش هيبقى حر زي اللي الاهلي لعبه. انما بنتكلم ولكن بتتكلم على المصلحه العامه. يبقى هنا بقى الكبير كده. يبقى هنا اتكلم عن الاستاذ في عدل هنا بقى بالنسبه للاهلي مفيش العدل. يبقى النادي الاهلي جه على نفسه شويه. يبقى اسوان يجي على نفسه شويه، المقاولين يجي على نفسه شويه، الزمالك وهكذا عشان المركب تمشي علشان ما يبقاش موسم استثنائي. تمام. يا رب مش عايز اقعد كل شويه اقول استثنائي، والله زهقت بطلع لساني انا اصلا، انت عارف انا بطلع لساني. الدوري الاستثنائي لكره القدم. لا بطلع لساني في الثه يعني. صح ايوه فبقى استثنائي فانا مش عايز اقول استثنائي تاني بصراحه. طيب كابتن ماهر، لجنه المسابقات بتعدل هي ماتشات لكن رفضت تعديل مباراه مثلا المقصه والجونه لما المقصه طلبت تعديل موعد المباراه 24 ساعه على ما افتكر وتمسكت بجدول المعلق. ايه ليه هنا كده وليه هنا كده؟ ما هو ده بقى احنا بنقوله يعني عايزين عداله وشفافيه في التوزيع. يعني زي ما انت بتاجل للاهلي والزمالك لازم تبص للانديه الاخرى زي ما كابتن عادل مثلا اتكلم على 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 اسوان وظروف اللي فيها اسوان وظروف الماديه الطاحنه وخصوصا ان اسوان بتمثل جنوب الوادي اللي احنا محتاجين بشكل كبير جدا بالظبط ان يبقى الناس كلها شايفه الاهلي والزمالك وكل بيساند وكل الانديه اللي بتروح هناك بصراحه عيد للصعايده وعيد لجنوب الوادي خصوصا لاسوان. فالنهارده بدك بالنسبه للمقصه والجونه اللي هيحصل تاجيل للمباراه بالنسبه لهم، فانا شايف بدك ان هيبقى فيها بدك عداله ان كمان يتاجل لهم هم كمان المباراه عشان ما يبقاش في بقى يعني بلغه الكوره بقى خيار وفقوس، يعني ما يبقاش الاهلي والزمالك دول في حته وبقيه الانديه في حته ثانيه. لان بعض رؤساء الانديه بيشتكوا يقول لك ان كنتوا بتراعوا الاهلي والزمالك بشكل كبير جدا وبتعملوا الحساب ومش عايزين نقول بتخافوا منهم،
فبقيه الانديه كمان موجوده بشكل كبير. مش عايزينها والله. الاهلي والزمالك بيتجاملوا في ايه؟ ده الامن اللي مانع يعني. انت الاهلي اللي هو اللي انضر. الاهلي كان في قمه عطاءه والزمالك كابتن حشيش. الاهلي جاهز مليون في المية والكيرف بتاعه طالع في صعود. انت وقفته. ما انت برضك الانديه بتقول مش لك انت بالعكس انت بتيجي عليهم. يعني انا ليا تاريخ برضك وكل نادي بيعتز بتاريخه بيعتز بقيمته مش الاهلي والزمالك بس. يعني انت عندك نادي الاسماعيلي ليه قيمه وقامه ونادي الاتحاد الانديه الشعبيه كمان ليها وضعها وكيانها. انا اقصد في التاجيل مش الاهلي اللي اجل ولا الزمالك بالظبط. هم بقى بيبصوا كده يا كابتن عادل يعني. هم دلوقتي هيعرفوا ان الامن هو يمكن المتدخل الاول الاخير في الموضوع دوت. لكن هم كمان من حقهم ان يحصل لهم تاجيل بالنسبه للمقصه وبالنسبه للجونه خصوصا انك انت بدات تاجل الاهلي والزمالك فاكيد هترحل الاسبوع كله. فبيحصل استثناء كمان لبعض انت عارف كابتن ماهر. انا بقى هروح لحضرتك كابتن حشيش في النقطه دي لانها مهمه. طيب هل كان من الممكن او من الافضل ان يتم تاجيل مباراه الجوله الرابعه بالكامل زي ما الكابتن ماهر بيقول عشان ما يبقاش فيه كده وكده يعني؟ بص انا هقول لك على حاجه. لازم الناس اللي هي بتدير الكوره او لجنه المسابقات يكون ايه مش هنقول نظره ضعيف يعني ممكن ما يكونش بيشوف خالص عشان ما يشوفش الوان خالص. انت بتحط معايير من قبل البطوله في حال التاجيل كذا اهلي او يعني لازم تعمل حسابات لحاجات كتيره قوي عشان لما تحصل الحاجات دي ما تبقاش مفاجاه ليك. استثناء الامن طبعا. استثناء الامن طبعا بتبقى ليها وضع خاص. ولازم برضو تبقى حاطط في اعتبارك الماتشات الحساسه زي اهلي وزمالك ممكن الامن مثلا يحصل يبقى انا عندي البديل عشان برضو الفرق الثانيه احنا مش عارفين مش قادرين عشان حاجه. احنا مش قادرين عشان مش عارفين اللي بيحصل. بالظبط. انا اقصد يبقى في تحسب لحاجه زي كده. ممكن اهلي وزمالك معروف ان دايما ماتشات اهلي وزمالك ممكن الناحيه الامنيه يا بترفض يا بتقبل لعب الماتش. فيبقى انا البديل بتاعي ايه عشان ما ينعكسش على بقيه الفرق. لان انا عندي 18 فريق اقل فريق فيهم او اخر فريق فيهم زي اول فريق. صح. بالنسبه لي كان زي مسابقات. صح. كذلك برضو ما اقولش اصل ده بيلعب في افريقيا فالتاني خلاص بقى مش مهم. لا برضو اراعي الحته دي بالنسبه للفرق الثانيه. يعني مش لازم برضو ان انا بلعب في افريقيا ان انا اخد بمثل مصر وكل حاجه بس انا برضو عندي ظروفي في النادي وعندي وضعي وعندي السبونسر بتاعي وعندي حاجات كتير قوي لازم وعايز اعمل نتائج كويسه. السنه دي ممكن ابقى في نص الجدول السنه اللي بعدها انافس. فلازم برضو ابقى عامل حساب للفرق كل الفرق زي بعضها. اللائحه تتحط وتتطبق مع الفرق كلها من اول يوم. والله يا كابتن حشيش ان يجب ان يكون هناك لائحه حتى في الانضباط والعقوبات. حاطين لائحه كابتن. هم حاطين في افريقيا اذا كان مباراه هنا اربع ايام اذا بره بيدي لك اظن اسبوع او حاجه زي كده. خلي بال حضرتك كل الانديه اللي بتشارك في البطوله العربيه والبطوله الافريقيه ابتدوا يقلقوا يقول لك هل من الممكن ان يكون هناك تعديلات قادمه؟ علشان كده عمليه التاجيل انا برفضها لان انت لو سمحت انك انت تاجل خلاص يبقى انت الباب ده اتفتح خلاص هيبقى كله بقى التاجيل بقى هتبقى مفتوح للناس كلها. ده اللي انا بقوله يعني. علشان كده بنقول لهم بنمسك على ايديهم من فضلكم مفيش تاجيل ايا كان. الاسبوع ده حصل فيه خلل ما يبقاش الخلل بقى على مدى على مدار الموسم. ايضا القرارات الحاجه الثانيه برضو والاخيره النهارده ريال مدريد وبرشلونه هيلعبوا يوم 26 في برشلونه في مظاهرات. رابطه الاتحاد لكره القدم عملوا ايه؟ بياخدوا راي ريال مدريد ان الماتش بدل ما يبقى على ارض برشلونه وفيها مظاهرات يبقى الماتش الاولاني يبقى في ريال مدريد. يعني اذا في عمليه المرونه. رفضوا الناديين رفضوا بعد كده الاقرب. وانا داخل انا حتى قلتها في الانترو وانا داخل قلت او قريت اخبار يعني عن الليجا الاسبانيه بتتكلم ان من الممكن ان يتم تاجيل المباراه بسبب اسباب امنيه. يعني شوف وبالتالي زي ما عشان كده كل ما حد فينا بيتكلم يا جماعه او حد من كباتننا الكبار بيتكلم دايما نقول ايه احنا ما لناش علاقه بالاسباب الامنيه. اسباب الامنيه ده بلد طبعا. وبالتالي احنا كلنا وطنيين اهم من لعبه الكره كمان كلها على بعضها كل حاجه يعني. وبالتالي هو ده اللي يهمنا هو ده اللي يخصنا. فعشان كده تقولي دايما بقى اكرر هذه الكلمه. انا اقصد الرابطه يعني قالت طالما في هنا مظاهرات طب يبقى نخلي الماتش يبقى في ملعب ريال مدريد والدور الثاني يبقى الماتش في برشلونه. زي ما حضرتك تفضلت الناديين يمكن رفضوا ممكن الماتش يتاجل. ما اعتقدش انه يتاجل لان برضه ممكن جدا عمليه التامين تبقى اكتر شويه لان برضه انت عارف هناك برضه عمليه
الناس اللي شغاله في الاستثمار والاعلام وكده بيبقى الدقيقه ليها تمام. خلي بالك عليك برضو، ما في الاخر برضو هيبقى قرار امني يكملوا او يلعبوا او ما يلعبوش، لان ده العالم يعني هم كانوا عاملين الماتش ب 26 الساعه 1 الظهر ليه؟ عشان كل العالم يتفرج عليه، اللي عنده الصبح يبقى بالليل يتفرج عليه يعني. فبالتالي صح كلام حضرتك، ولكن في النهايه في الاخر هو قرار امني، الامن اللي هيقول لهم العبوا هنقدر نامن ولا مش هنقدر. صح. انت عارف اصلا الفكره في القصه دي ايه بس؟ اه يا كابتن، حتى لو حصل تاجيل، لان ممكن وارد ان هيحصل تاجيل زي اللي احنا حصل ده بالظبط، بس لازم عشان تاجل لحد لازم تاجل للتاني. يعني ما زي ما بتعمل فيها. هي دي اهم حاجه، احنا داخلين على بطوله افريقيا وبطوله عربيه، انا عايز داخلين على ادوار صعبه. انا عايز اقول لك لازم تساوي في الحقوق الكل للكل. لعبت ده بجمهور، لازم ده يلعب بجمهور، مفيش حد ما يلعب بجمهور وحد ما يلعبش بجمهور. ده يتاجل له وده ما تاجلوش في نفس الظروف، ما ينفعش. اهو الاهلي لعب الساعه 3 الظهر، ما هو ما حدش هيلعب تاني الساعه 3 الظهر في الحر ده. بالظبط كده، مهما تقول بقى، لان بعد كده خلاص الفتره اللي جايه، الفتره اللي جايه المقصه لعب الساعه 3 الظهر برضو في الحر ده. تمام، ما حدش هيلعب، كل ما تقرب من الشتاء ده ظروف، دي ظروف حاصله نتيجه الملعب ده ما فيش اضاءه والناس بتلعب الظهر. كابتن عادل ادى حل. يا جماعه من فضلكم، اسوان كلنا عايزينها معانا، اسوان كلنا بنحترم الشعب اسوان ومحافظه اسوان بالكامل، ومن احلى الايام الواحد بيعيشها في حياته وهو في اسوان. صحيح. كلنا يعني مش حد فينا. اركاب يا كابتن، وحتى الفنادق تبقى على حساب المحافظه، وحتى المكافئات بتاعتهم اي حاجه تطلع المحافظه كنوع من الدعم للفريق في الممتاز، يعتبر ولا حاجه بالنسبه لهم، ملاليم. ده حتى كمان يا كابتن ممكن يعمل لو اتلعب بالليل يعمل كم جماهيري اكتر، اكبر طبعا. يعني ايراد اكتر، غير اللي هيقول لك انا هروح اسوان الصبح اقعد في المدرج الساعه 3، انما لو بالليل هيشجع الناس انها تروح، وبالتالي الايراد هيزيد. يعني مشكله في حته الاناره، محتاجه صيانه وفلوس ودعم. يعني استاد اسوان عنده مشاكل في الاضاءه بالنسبه للاضاءه نفسها، الكهرباء نفسها، الكهرباء نفسها، فمحتاجه اكيد في مستثمرين بقى، يعني ميزانيه ومحتاجه محافظه كبيره زي كده. هو بيريح يعني نفسه وبيطلب من الاتحاد من البدايه انه يلعب الساعه 3. كابتن يعني هو بلغ امم افريقيا الدوله، شفنا الملاعب بتاعتنا كانت شكلها ايه؟ يا كابتن، هو لو اتحط اسماعيليه وبورسعيد لو اتحط يا كابتن في الخريطه بالنسبه لافريقيا كان هيصلحوا الكلام ده في يعني كانت ارضيه هتتصلح بالنسبه للاستاد اسوان لو اتحط في الامم الافريقيه. اتحط في الامم الافريقيه كان هيبقى فرصه، كان الوضع ده خلص والدوله اتحملت كل الحاجات دي يا كابتن عادل. لكن انا عارف ان عندهم مشاكل بشكل كبير جدا في حته الاناره، حتى ارضيه الملعب كمان. يعني الوزاره ما تقدرش تساعدهم في الاضاءه؟ ما هو انت بقى ميزانيات بقى كابتن عادل، ما حدش عارف الميزانيات ماشيه ازاي في الميزانيات. انت عارف المحافظات بقى دلوقتي عندها تجميل وعندها رصف وعندها بنيه اساسيه وعندها بنيه تحتيه. نجيب الوزير اشرف صبحي مره ونساله في كل هذه الامور، لانها في النهايه اسئله محترمه جدا بتدعو ان يكون هناك استاد محترم يليق بهذا البلد العظيم او هذا الشعب العظيم. الحقيقه انا بسميه شعب، الحقيقه شعب اسوان يعني. طيب اساس مصر هنا. نعم، اساس مصر في اسوان. الملاعب الاخرى كانت الحضاره بتاعتنا كلها في الاقصر. واحده واحده بقى، ما انت لو بدات بالظبط خلاص الانديه اللي كانت موجوده في الدوري الممتاز برضك عندها مشاكل في ملعبها يا كابتن. بالنسبه للمنيا لما كنا بنلعب مفيش اضواء برضه، ما كانش فيش اضواء. كابتن ماهر معلش، هل سيتاثر الاهلي ايجابيا ام سلبيا بتاجيل هذه المباراه؟ لا انا شايف ان شاء الله يا كابتن مش هتاثر بصراحه. يعني النادي الاهلي كان جاهز زي ما كابتن عادل قال، وكان في برنامج ومحطوط والموضوع بشكل ايجابي. لكن انا عايز اقول لك النادي الاهلي طول عمره يعني الناس بتتعلم منه. مظبوط. فخلاص ملف التاجيل بتاع نادي الزمالك خلاص اتقفل، وهنبدا نخش في الملف الثاني اللي هو الجونه. الاهم هيبقى برضك نفس الاستعداد للجونه، مستر فايلر واللاعبين ومجلس الاداره استعدادا للجونه. ثلاث نقاط من ضمن ثلاث نقاط اللي بيسعى عليها النادي الاهلي، الصداره مهمه جدا بالنسبه لنا. بعض التدريبات هتختلف بقى طبعا، اذا كان هو بالنسبه للزمالك كان عنده استراتيجيه هيلعب بيها بشكل بطريقه لعب باداء بتشكيله هتختلف اختلاف كلي لمباراه الجونه. كان في مذيع من شويه بيقول الكلام ده، كنت سمعته ولا؟ نعم كان في مذيع من شويه بيقول الكلام والله؟ لا في الانترو. مع الاسف بقى. وبعدين خد بالك بقى يا اسلام، احنا رايحين للجونه، الجونه ثلاث ارباعهم ولادنا. ان الاهلي الف هيلعب من الاهلي ب، ما هو للاسف الشديد ده اصعب. طبعا اصعب طبعا. فانت النهارده بتتنقل من ملف اصعب كمان من الزمالك. قلت الكلام ده لان في تحدي لاولادنا
اللي راحوا الجونه تحدي قوي جدا كابتن عادل اسلام حشيش، عايزين يثبتوا طبعا للجهاز الفني ان هم لعيبه قادرين، ان هم لعيبه صفقات كلها كانت مميزه، لكن طبعا ظروف النادي الاهلي ان هو عمل اعاراته وبعض البيع لاولادنا مش تقليلا منهم، بالعكس للظروف، بس العدد وال 25 لعيب والقايمه، لكن مباراه الجونه هتبقى مباراه في منتهى الصعوبه، في تحدي تاني للعيبه النادي الاهلي اللي هم معارين وموجودين مع فريق الجونه، هم يمكن نتائجهم ماشيه شايفينهم في الجدول بس بيعملوا ماتشات كويسه الحقيقه، بيعملوا ماتشات كويسه لكن النتائج مش مساعداهم بشكل كبير، لكن طبعا هتبقى مباراه قويه. النادي الاهلي قادر ان شاء الله باذن الله ان هو يتخطى لقاء الجونه بثلاث نقاط عشان نستمر ان شاء الله في المقدمه زي ما احنا راكبين الجدول من بدايه الموسم، وده مؤشر جيد جدا لاداء النادي الاهلي. كابتن حشيش، مطلوب ايه من لعيبه الاهلي بقى خلال الفتره الجايه ومن الجهاز الفني؟ هم اعتقد من النهارده ابتدى خلاص سويتش لف خلاص على مباراه الجونه، وكله هيبقى تركيز في المباراه دي، لان انت برضو ما تنساش ان انت بعد مباراه الجونه الموسم هيقف، الدوري هيقف 40 يوم عشان البطوله، عشان البطوله من 8 ل 22 بالظبط كده، حوالي 40 يوم، فطبعا النادي الاهلي يهمه البطوله تبدا يوم 8 يعني، فانت بتاخد وقت قبلها المنتخب الاولمبي واثناءها طبعا، فحوالي 40 يوم فتره كبيره جدا جدا، فيهمك ان انت تفنش المرحله الاولى بتاع الدوري كويس، ان انت برضو ان شاء الله تبقى معتلي القايمه. مباراه زي ما احنا قلنا وبنقول تاني، مباراه تبقى قويه جدا جدا، لعيب النادي الاهلي، وانا جربت ده لان انا لما سبت النادي الاهلي ورحت لعبت في المقاولين العرب كان اهم ماتش عندي هو ماتش الاهلي، ابذل كل الطاقه بتاعتي وابقى مركز جدا جدا عشان طبعا عشان جزمه بتتلمع والدنيا بتبقى مظبوطه الشورت بيكمل والشورت والدنيا، عشان اعمل احسن ماتشاتي، عشان انا برضو بص عشان ما يعني ما ننكرش اي لعيب يسيب النادي الاهلي طبعا، انا كنت بعمل كده يعني، انا مش قصدي اتقل، لكن انا كنت انا شخصيا كنت لما بلعب في نادي غير يعني كنت بلعب طبعًا في كذا نادي غير الاهلي كنت دايما بعمل كده، بزود الجل وباكل اهم حاجه وكل حاجه اهم حاجه اسلام كمان، يعني اي لعيب بيسيب النادي الاهلي بيروح يلعب في حته ثانيه بيبقى لسه عنده الامل لغايه ما يبطل كوره انه يرجع ثاني يا كابتن عادل طبعًا يلعب في النادي الاهلي طبعًا. هيلعب من خلال ايه؟ اهو اهم حاجه ماتش قدام النادي الاهلي انه يظهر بصوره كويسه جدا قدام الفرقه بتاعته ويكسب كمان المباراه، عشان المسؤولين تاني يفكروا فيه ان هم يرجعوه تاني، بالنسبه طبعا للاعارات بتبقى طبعا مهمه قوي ان هو يبذل طبعا يعني كل طاقته واللعيبه حتى اللي بيع النهائي، فطبعا هنقابل مباراه صعبه جدا جدا جدا، فالتركيز هيبقى في خلال المباراه تقريبا يوم الاربعاء اللي جاي في حوالي يمكن 7 ايام او حاجه، هيبقى في تركيز، وطبعا المعطيات هتختلف بالنسبه لمواجهه نادي الزمالك غير طبعا مواجهه الجونه، اعتقد يعني المدير الفني يعني هيحط الاستراتيجيه بتاع المباراه اللي جايه، هيبقى في برضو فرصه ان المصاب ممكن اذا كان حد ممكن يلحق بالمباراه يعني اللي جايه، يعني الثلاثي المصابه هو مروان واعتقد ان هم النهارده كانوا عاملين تدريبه ثقيله جدا، مروان اعتقد مستني القناع اللي جايبينه له الطبي اللي جاي من بره، فيعني برضو فرصه كويسه اللعيبه مروان وكريم وحسين السيد نيدفيد وحسين السيد اللعيبه ترك رمضان الصبح كان اتعور في ماتش كولومبيا، لا بسيطه بسيطه يعني خفيفه فكل اللعيبه حتى اللي كانت في المنتخب تاخد الراحه الكويسه بتاعتها، ويبقى كله مركز ان شاء الله في نهايه المرحله باعتبار نهايه مرحله اولى، ولو انها مرحله قصيره قوي اللي هي 4 اسابيع يعني او 4 مباريات، ان شاء الله باذن الله الاهلي يفضل متصدر عشان خلال بقى فتره التوقف دي يبقى في ترتيبات تانية. كابتن عادل، 3 من النجوم الكبار هم كباتن المنتخبات الوطنيه المختلفه، سواء المنتخب المصري الاول احمد فتحي، على الجانب الاخر رمضان صبحي في منتخبنا الوطني الاولمبي، وعلى الجانب الثالث علي معلول كابتن المنتخب التونسي، خبرات كبيره جدا للعيبه النادي الاهلي، ولكن من وجهه نظرك هل وجود طبعا غير قيمه حسام عاشور ككابتن لفريق النادي الاهلي داخل الفريق، هل ده هيفرق مع النادي الاهلي برضه خلال فتره الاستعدادات القادمه، خصوصا انت عندك مجموعه كبيره بقى هتروح المنتخب الاولمبي، مجموعه كبيره هتروح المنتخب الاول، علي هيروح تونس، لكن قيمه اللعيبه دي وخبرتهم هتفرق مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه؟ اكيد يا كابتن، تخيل انت لما يكون عندك احمد فتحي، حسام عاشور، شريف كرامي، الاولاد دول شغلهم مش مرياسه، مش شاره بحطها على دراعي
لا ده شغل بره الملعب ولم لعيبه وتكاتف وانسجام وترابط خارج الملعب بينعكس الكلام ده عليهم داخل الملعب. وبالتالي لما يكون عندي عاشور وعندي فتحي وعندي شريف وعندي سليه وعندي اكثر من لاعب موجود وعندي علي معلول وعندي رمضان صبحي في المنتخب الاولمبي، يعني دي قيادات لا تقدر بثمن. وبالتالي الشخصيات ديت مش دورها بس في الملعب انها بتنفذ تعليمات المدير الفني، لا ده كمان خارج. علشان كده وليد سليمان، انا اسف ان انا لا يمكن انسى وليد طبعا، وليد سليمان يعني حاجه من الحاجات الكبيره قوي في النادي الاهلي. فكل القيادات ديت دي بتدي لك زخم وبتدي لك قوه لفرقتك. وبالتالي يعني ده عنصر في غايه الاهميه انك في النادي الاهلي في توقيت معين يبقى في هذا الكم في المنتخب الاولمبي المنتخب القومي كلهم قيادات على اعلى مستوى. وبالتالي انت بتبقى عندك راحه نفسيه، حتى الاولاد اللي هم الشباب اللي الشباب اللي فيه نضج 27 سنه 28 سنه بعد عمر طويل، فتحي لما يبطل او عاشور هتلاقي برضو في قيادات. رمضان هيبتدي يخش بدل الاولمبي هيبقى داخل للفريق الاول، وهكذا معظم اللاعبين. وبالتالي دي كلها عناصر هتبقى في غايه الاهميه بالنسبه لقوه النادي الاهلي. بس في نقطه كنت الكابتن محمد حشيش كان قال كله يتاجل. انت عارف انا لو مكان النادي انا بحييه جدا على التصرف ده، لان انا لو هرحل الاسبوع كله هسكنه فين؟ يبقى انا لازم يا اما اسكنه في الاخر، وده اللي احنا مش عايزينه، الاهلي والزمالك يلعبوا في الاخر، يا اما هرحل الدوري كله. يبقى انا ارحل ماتش واحد ولا ارحل الدوري كله؟ يبقى انا رايح الماتش واحد، انا بحط نفسي مكانهم. نعم مبدا تكافؤ الفرص. يعني مش رايح تكافؤ الفرص يا كابتن. كابتن نادر شوقي طلع قال ان هو يعني اين مبدا تكافؤ الفرص. المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه طلع قال برضو اين تكافؤ الفرص. كنت شايف تصريح لميدو برضو قال لك اين تكافؤ الفرص. الكل بيتكلم عن تكافؤ الفرص. المهندس محمد عادل المقاولين العرب قال اين تكافؤ الفرص. عارف ليه اول حته صغيره بس كابتن عادل. كابتن شوف يا كابتن، اذا انا اتحاد كوره مش اقوى من الانديه اقدم استقاله وامشي. انا الانديه مع احترامي ليها تكافؤ فرص تكافؤ فرص. طب ما النادي الاهلي ما قالش ليه تكافؤ فرص؟ اشمعنى النادي الاهلي ما قالش تكافؤ فرص؟ ان بلعب في درجه حراره 72 ساعه، بلعب انتاج وبلعب في اسوان في درجه حراره عمرها ما تتكرر تاني 43 و44. النادي الاهلي ليه ما اتكلمش؟ طب ما في انديه كتير ما اتكلمتش. النادي الاسماعيلي ما اتكلمش ليه؟ يعني ما في انديه كتير ما اتكلمتش. انت عارف يا كابتن عادل، بس في نقطه بعد طبعا كل واحد بيبص لمصلحته، يعني كل فرقه بتبص لمصلحتها. ممكن فرق تقول لك انا لسه في بدايه الدوري ولسه مثلا عندها مدربين جداد ولسه يعني معليش بالمستوى بتاعه، فرصه خلال فتره التوقف دي ان انا يعني ابقى اكتر اكتر جاهزيه اوضب نفسي اسلام. يعني بدل مثلا يعني ما تزنقني مثلا مع اهلي مع زمالك في الـ في الـ في الـ في البدايه. أبعد. يعني انت فاهم ازاي؟ ابعد عن الحته. اخد الاهلي بدري والزمالك بدري. بص يا اسلام عايز اقول لك بدري بالمناسبه قبل ما حضرتك تتكلم. النقطه اللي اتكلم عليها كابتن عادل بتاعت الكباتن هقول لحضرتك، لكن السؤال ده اصله عشان ما يتنسيش. هل من الممكن ان احنا نقول ان هو ده جه في مصلحه النادي الاهلي؟ ان هو هيريح مجموعه التاجيل، يعني مجموعة اللاعبين الكتير جدا اللي موجودين في المنتخبات الوطنية المختلفة، سواء منتخب أول سبع ثمان لاعبين. سؤال مهم أنت. سبع ثمان لاعبين، منتخب تونس علي، يعني عندك تقريبا من 12 ل 14 لاعب بيلعبوا في المنتخبات الوطنية المختلفة سواء جوه مصر أو بره مصر. وبالتالي جيرالدو، أليو ديانج، كل اللاعبين تقريبا. معلول جاي من تونس. ما أنا قلت علي معلول. وبالتالي برضو عندك مجموعة. هل ده من الممكن إن هو يكون التأجيل ده جه في مصلحة النادي الأهلي؟ أنت تريح المجموعة دي برضو؟ ممكن ممكن، يعني وارد ان مثلا. قول لي بقى الاول كنت عايز تقول ايه وبعد كده. وارد. هقول لك هرد على السؤال ده. وارد، لكن مع التدوير اللي احنا شايفينه يا اسلام المتطور. التدوير اللي احنا شايفينه مستر فايلر، التدوير المتطور الحديث اللي ادخله على الكره المصريه، واضح كمان ان هو عامل البديل لاراحه اللاعبين دول. ومش عايز اقول لك البديل بقى، عايز اقول لك ان الزميل اللي بينافس يعني. واخد بالك، هيبقى موجود وجاهز. عايز اقول لك على موضوع الكابتن بقى اللي انت اتكلمت عليه. انا كنت شغال مع الكابتن عادل طعيمه فرقه ال 20 وال 19 سنه، واحنا كنا سابقين عصرنا شويه، يعني ان احنا كنا بنجيب كابتن الفرقه، وافتكر محمد سعد يا كابتن عادل، كنا بنجيب هشام حنفي. هشام حنفي بنجيبه ونتكلمه على طريقه اللعب،
وعلى الهيكل والشكل والاداء، يعني بنعيش كابتن الفرقه اكن واحد مننا، ودي كانت يعني كانت جديده علينا في قطاع الناشئين، يعني فانت كانت جديده علينا يعني، ده يعني تعليم منذ الصغر بالظبط، نتاج فكر طبعا خبره الكابتن عادل وقتها طبعًا في التدريب، وانا كنت يمكن كانت تاني سنه ليا مع مدرسه الكوره، وكنت بطلع ساعد مع الكابتن عادل طيب، فجبنا هشام حنفي واخد بالك، وكابتن عادل اداله تعليمات بيلعب ككابتن بيلعب كابتن بس الناس تفهم، وجبناه واخد بالك، وقلنا له قلنا له يعني النهارده هنلعب بطريقه كذا واخد بالك وخطه كذا والاداء هيبقى كذا، ولو حصل تغييرات هيبقى اول واحد بيعرف بيها هو ككابتن فرقه ايه التغييرات اللي في فكرنا نبدا نغير من خلال اداء الفريق. تمام، فحضرتك شايف ان الفتره القادمه او يعني ان الاهلي خلال هذه الفتره كان من الممكن جدا ان هو يستفيد ايضا من التاجيل بالظبط، فوارد جدا طبعا وارد جدا، لانك انت اللعيبه كل المحترفين اللي موجودين عندك هتلعب ماتش وبعد كده ومنتخب مصر كابتن نيتك 40 يوم كابتن نيتك كويسه، ربنا هيبعت لك القرار اللي هو في مصلحتك، يعني ما انت السؤال اللي انت قلته ده سؤال جبار جدا، سؤال في منتهى الجمال. ده فعلا انك انت فايلر لعيبه جوله يوم الثلاث، لاعبين يوم الاثنين جاي يوم الثلاث، الماتش السبت يعني يعني حتى لسه ما جهزش اللعيبه، جت امبارح اللعيبه جت النهارده فيعني ما عندوش غير يومين ثلاثه على الماتش ده، فهو ما سعاش انه يؤجل ولا حاجه، لكن القرار جه لان انت نيتك انك انت عايز تاخد حقك، عايز تاخد حقك وبس، مش عايز تاخد زياده عن حقك. انا مختلف شويه في النقطه دي. اتفضل يا كابتن. انا بقول ان التاجيل ده مش مصلحه النادي الاهلي. لو تشوف الحماس بتاع اللعيبه في التدريبات والتركيز والفرقه ماشيه والمستوى ماشي. كابتن ماهر الكلام ده كنا نقول السنه اللي فاتت لما كان في المستشفى، كنا بنقول يا ريت يتاجل عشان نكسب يوم بس واحد. معنى الكلام اللي حضرتك قلته ده اللي بتقوله ده ان الفتره القادمه يعني ال 40 يوم اللي هيبقى فيهم ايقاف خلال طبعا مش مصلحه طبعا النادي الاهلي، مش مصلحه النادي الاهلي طبعا الفرقه لما تكون ماشيه، لانه لا وكمان لان انت هيبقى عندك 13 14 لعيب برضه بره الفرقه بالظبط كده، ما مش هتعمل ماتش ودي حتى يعني لا عندك بقيه اللاعبين اللي هو بس برضه يا كابتن الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، ما هو الواحد بيفكر وهو بيتكلم ان هو لما يحصل كده عندك هيبقى عندك حوالي 14 13 14 لعيب تانيين هيستفيدوا كتير جدا في ال 40 يوم طبعا مباريات وديه، يعني خلينا نتكلم في الاربعين اللي هيجي وقتهم هنتكلم فيهم كتير قوي، بس انا بقول ان الفرقه كانت ماشيه الاصرار مهم قوي، الروح والنفسيه اللي راكبه على المنافس خلال الفتره دي هتقابل المنافس لا كتير يا كابتن، ما احنا لو اتكلمنا ما نحبش نتكلم في الحاجات دي يا كابتن ما بنيجي نتكلم، اصل انت لو قعدت تحسبها كده انا عايز اقول لك حاجه سلام، احنا كلنا بنقابل الاهلاويه في الشارع وفي اي حته، كان امنيه حياتهم المباراه دي تتلعب، الحماس وكان الثقه الكبيره في قدرات اللعيبه، ما بيشجعوش الاهلي يعني بالظبط طبعا طبعا، على العكس كانت خايفه تماما، على العكس كان انا يعني بمثابه التاجيل ده كان يعني عموما ما فيش مشكله خلاص، احنا عرفنا التاجيل او ما عرفناش طبعا السبب، ولكن في النهايه هو قرار امني وبالتالي وبعدين الماتش اتاجل، يعني هنلعب ان شاء الله، وبعدين هو كمان اسلام حلاوه الاداء في السوبر بين الاهلي والزمالك، ده اللي خلانا احنا مش عايزين المباراه تتاجل، يعني حلاوه الاداء للنادي الاهلي 63 دقيقه اتعملوا من اجمل الاوقات اللي النادي الاهلي تحس انه مكتمل بدنيا وفنيا وتكتيكيا واداء وروح قتاليه على اعلى مستوى، فده اللي خلى الناس ما كانتش عايزه المباراه تتاجل، يعني ايوه مظبوط يا كابتن من طبعا اداء الفرقتين حتى الزمالك كمان استنى دلوقتي يا كابتن ماهر لما صح. دخل المباراه نادي الزمالك في ال 20 دقيقه الاخر برضه كان اداء مميز يا كابتن ماهر، انت بتستنى دلوقتي النادي الاهلي مش عشان ان النادي الاهلي يكسب فلان، انت عايز تستمتع طبعًا بالاداء بالظبط، فما بالك بقى ان انت هتلاعب المنافس تتفرج على الاداء بتاع اللعيبه ما شاء الله بالزبط. اللي في الملعب وعندك يعني ثقه كبيره في قدرات الجهاز الفني وقدرات اللعيبه، فالناس والله بتقابلني في الشارع وكان نفسهم يتفرجوا على الاهلي وعندهم كان عندهم امر لاخر لحظه لا المباراه هتلعب، يعني انت فاهم ازاي؟ فده ثقه بمجلس الاداره وثقه بالجهاز وثقه في اللعيبه، فكانت فرصه ان انت تكمل، على عكس تماما وانا بقول الكلام ده على المسؤوليه، على عكس تماما ان المنافس كان طبعا اتمنى التاجيل برغم غير اللي بيتقال يعني
الفترة اللي جاية إن شاء الله ربنا يسهل وتبقى الأمور أفضل خلال الفترة اللي جاية، ياخد وقته مع بقية اللاعبين اللي مش هتنضم للمنتخب، ساعتها هيبقى عندنا وقت طويل جدا إن إحنا نقدر نتكلم في هذه الأمور. عايز أتكلم برضو مع حضراتكم عن منتخبنا الأولمبي مثلا، بعد كده نسيب المنتخب الأول في نهاية الحلقة، ولكن المنتخب الأولمبي برضو تعرض لبعض الهجوم، معرفش سببه إيه، هعرف برضو رأي حضراتكم في هذا الموضوع، لكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن منتخبنا الأولمبي وكيفية مساندة أو من المفترض أن يكون هناك مساندة لمنتخبنا الأولمبي خلال الفترة القادمة. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نتكلم عن المنتخب الأولمبي. أعزائي المشاهدين، هنتكلم شوية عن منتخبنا الأولمبي وبعد كده إن شاء الله نختم كلامنا بمنتخبنا الوطني الأول. كابتن عادل، مجموعة صعبة جدا حال الثمان فرق أو الثمان منتخبات اللي موجودة. المجموعة الأولى بتضم منتخبنا الوطني مع منتخب غانا مع منتخب مالي. مصر ستلاقي مالي في المباراة الأولى يوم 8/11 اللي هو هيطلع يوم الجمعة، والمباراة الثانية ستكون مصر وغانا يوم 11/11 يوم الاثنين، والمباراة الثالثة منتخبنا الوطني سيلاقي منتخب الكاميرون يوم 14/11. على الجانب الآخر المجموعة الثانية نيجيريا وساحل العاج وجنوب إفريقيا وزامبيا، هذه المجموعة الثانية، مباريات المجموعة الثانية ستقام على استاد السلام، أما مباريات المجموعة الأولى ستقام على استاد القاهرة. برأي حضرتك في المجموعات وترتيب الماتشات برضو؟ تقريبا متهيألي مجموعتنا يمكن اقوى سنه من نيجيريا، لانه لو شفنا مالي غانا الكاميرون مع مصر معظمها فرق قويه، انما ممكن جدا زامبيا وجنوب افريقيا يمكن يكونوا اقل شويه، انما ساحل العاج ونيجيريا طبعا لفرق تقيله جدا. وحضرتك عارف طبعا ان التصفيات دي بياخدوا اول وتاني وبعدين بيتعمل مقص بياخدوا ثلاث دول يروحوا للأولمبياد. كابتن شوقي غريب الماتش الود اللي هو عمله، اعتقد انه خد من المستوى الثاني او الثالث يلعبوا ماتش ودي بحيث ان هو يلعب معاه ماتشين بحيث انه يشوف كل اللعيبه وفي نفس الوقت. كابتن يعني شوقي برضو ما اعرفش يا كابتن عادل، يعني هل ممكن تلعب مباراه مهما كان وديه والكلام ده، ممكن تلعب على ثلاث شوط كل شوط نص ساعه؟ لا لا انا مش يعني الكلام ده طبعا انا لا احبذه، هي بتبقى مباراة أنا باخدها في نطاق الدولي، حتى أجيب حكام أجانب بحيث إن أنا أعيش الولاد في الجو الدولي، بروفة دولية، حتى الحكام اللي جايين يبقوا حكام أجانب بحيث إن حتى تتحسب لي كمباراة دولية. فطبعا حتة الثلاث أشواط والحاجات دي أنا يعني هي جديدة وما حدش جربها متهيألي قبل كده، لكن طبعا هو وجهة نظره ونحترمها يعني، لكن هو التجربة كانت مفيدة، وبالتالي برضو في بعض قصور وبعض عيوب شفناها في الماتش من حيث الاداء، من حيث الفريق اللي احنا بنقابله في نوع من انواع الاستحواذ يشكل عليك خطوره، فطبعا هناك بعض الامور الايجابيه وبعض الامور السلبيه. اعتقد هتبقى فرصه للكابتن شوقي في خلال الفتره اللي جايه انه يحاول ان هو يصلح العيوب اللي كانت واضحه في الماتشين اللي فاتوا، وبحيث ان هو لما يخش في الفتره اللي الدوري فيها هيوقف يعمل الاستعداد القوي جدا بحيث ان هو يخش البطوله ديت كل الشعب المصري وراه وكلنا وراه بنسانده بحيث ان احنا ان شاء الله نشوف هذا الفريق في الاولمبياد باذن الله تعالى. كابتن ماهر، مجموعه جيده جدا من اللاعبين بيضمهم منتخبنا الاولمبي، حراسه المرمى في اربع لاعبين الحقيقه على مستوى جيد، في خط الدفاع ايضا مجموعه جيده من اللاعبين، يعني خط الوسط والهجوم دائما اللي بينظر ليه بشكل او باخر، في فوزي الحناوي لكن تم استبعاده بسبب اصابته، طاهر محمد طاهر، امام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبد الحكيم، من قبلهم كان في رمضان صبحي واكرم توفيق وغنام محمد. خط الهجوم ايضا بيمثل قوه عند منتخبنا الاولمبي، مصطفى محمد وصلاح محسن واحمد ياسر عيون ونصر المنسي. هو مبدئيا اسلام عايزين نحيي طبعا التنظيم الثاني على التوالي، يعني التنظيم الاولاني في ال 24 فرقه افريقيه تحسب لمصر بشكل كبير جدا، الثقه اللي ادتنا بعد التنظيم الاولاني ان احنا ننظم التنظيم الثاني اداريا بشكل جيد في ثمان فرق من اقوى الثمان فرق اللي موجوده في افريقيا وعلى راسهم مصر طبعا. بصراحه يعني
الجانب الفني بقى والاداره الفنيه شوي غريب من المدربين اللي عندهم خبرات بشكل كبير جدا، وهو يمكن حقق بطوله رقم اولمبي المركز الثالث، يعني عنده درايه وعنده باع كبير جدا بالاحتكاك الاولمبي بشكل جيد. واضح من خلال المباراه الحبيه اللي عملها كابتن شاوي غريب، كانت بعضها متدرج وبعضها اسيوي وبعضها افريقي، لكن عامل عارف قد ايه يا كابتن، برضو عامل مجموعه جيده من المباريات 18 19 مباراه 18 مباراه بالمباراتين دول، اعتقد هيوصل 20. عدد جيد، والتكتيكات ديت يعني بتدي رؤيه فنيه للمدرب الفني ان هو يقدر يوصل مع بدايه البطوله ان هو عنده القوام اللي احنا شايفينه المميز من خلال حراسه المرمى وخط الدفاع ونص الملعب والجانب الهجومي، ومعظم هؤلاء اللاعبين بيلعبوا في الدوري الممتاز، فعندهم خبره وعندهم ثقه كبيره جدا. لكن عايز اقول لك يا اسلام ان طرق اللعب اختلفت مع كابتن شاوي غريب بكذا طريقه في هذه المباريات لحد ما هيستقر على الطريقه الامثل في بدايه اللقاء الاولاني اللي هي مالي يوم 18 زي ما انت ذكرت، من اقوى الفرق اللي موجوده في افريقيا، المنتخبات اللي مالي في المنتخبات الشباب بالظبط في كاس العالم لما كانوا شباب، يعني لما كانوا شباب. فعشان كده مهم جدا الثلاث نقاط دول، يعني يدولك الامل يدولك الثقه من بدايه البطوله. فانا شايف ان المجموعه بتاعتنا مجموعه قويه، مالي وكاميرون وغانا ده بتمثل قوه افريقيه على اعلى مستوى، معظم اللعيبه اللي موجودين بيلعبوا في اوروبا، فأكيد هنقابل خصم قوي وعنيد. نتمنى طبعا كمان مساندة جماهيرية مهمة جدا في الستارت الأولاني، إن جمهور مصر يبقى بيساند بشكل كبير جدا عشان أدافع للعيبة ديت، لأن احنا فعلا بطولة نتمنى فيها نوصل فيها يا المركز الأول يا المركز الثاني لحد ما إن شاء الله نوصل للأولمبياد من خلال الثلاث مراكز الأولى. كابتن حشيش، المنتخبنا الاولمبي قادر على الوصول الى الاولمبياد ولا لا بمجموعه اللاعبين وبالجهاز الفني الحالي؟ بص انا هقول كلمه في البدايه، يوم الامتحان يكرم المرء او يهان. الاختبار صعب جدا اللي جاي. نظام البطوله مجموعتين اربع فرق، يعني الثلاثه اللي معانا اجمد من بعض، يعني مش هتعرف تفلفص مع فرقه، مش مثلا في كاس الامم الافريقيه للكبار انت عندك زي ما الكابتن ماهر قال مجموعه جيده من اللاعبين، عندك مدير فني وخبرات ووعي وكل شيء. انا اقصد ان من اول لقاء اللي هو لقاء مالي، يمكن المالي من اقوى الفرق اللي موجوده في المجموعتين، تقريبا في المجموعتين فانت عندك من اول دقيقه يعني ما فيش هزار، اختبار كبير جدا لمجموعه اللعيبه اللي معظمهم بيلعبوا في الدوري الممتاز، وفي ناس اساسيه في الفرقه بتاعتها الكبيره، في اكتر من لعيب مميز كمان. طبعا خبراتهم هتفرق كتير، لو هنتكلم مثلا على يعني رمضان عنده خبرات كبيره وهيبقى اعتماد الاساسي عليه، في لعيبه من نادي الزمالك طيب. في لعيبه طاهر محمد طاهر طبعا من المقاولين العرب، يعني في اسماء كويسه وعندها خبرات. اعتقد ان 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 اللعب الجماعي هو اللي هيفرق مع منتخب مصر في اللقاءات دي. المؤازره الجماهيريه زي ما الكابتن ماهر قال مهمه جدا جدا لمجموعه اللعيبه، لان في بعض اللعيبه فيهم ما لعبتش قدام جمهور كبير، ممكن ده يستنفر الهمم بتاع اللعيبه اللي ما جربتش اللعب على مستوى يعني دولي. مهم جدا المساعده الجماهيريه، مهم قوي ان احنا كمان يا كابتن عادل يعني في المرحله دي نطمن على امل الكره في مصر، ما هم دول امل الكره في مصر 23 سنه، في منهم ناس بتلعب كمان مع الفرقه مع المنتخب الكبير، وبعض اللعيبه خلال الفتره الجايه هتاخد فرصها نتيجه برضو للاتجاه العام بتاع المدير الفني بتاع طبعا كابتن حسام البدري، باصص للعيبه دي ان هم يبقى امل مصر خلال الفتره اللي جايه. مباريات صعبه جدا جدا ان شاء الله باذن الله. الاستعداد انا شايفه من خلال المباريات اللي اتعملت وبقاله فتره كبيره كمان معمول، فاعتقد منظم وعارف يعرف قوي قوي، فهو اعتقد ان شاء الله باذن الله، والبدايه في المباراه الاولانيه عليها عامل كبير. يعني كابتن عادل، خلينا ننتقل لمنتخبنا الوطني الاول، وهو الكل بينظر بقى الى المنتخب الوطني الاول، من وجهه نظرك شفت مباراه بوتسوانا ازاي في ظل جهاز فني جديد وتقريبا مجموعه اللاعبين هي هي؟ في ايجابيات وسلبيات، يعني في وجهتين نظر.
اتفضل. انا مش مع الاثنين، بس انا ليا وجهه نظر ثالثه خالص. لا يعني علشان ما تحسبش على الاثنين يعني. في وجهه نظر بتجيب فريق بتسوانا فريق عادي تواضع. كابتن حسام البدري بقاله 10 ايام او يمكن اسبوع، الفرقه قاعده اتمرنت تمرينين ثلاثه، هو مش هيعرف اللعيبه، هو عارفهم، لكن هو عايز يعمل نوع من انواع الماتش بحيث ان هو يشوف اللعيبه وحالتهم ايه ويطلب منهم شويه اضافات في الكور الثابته في بدايه الهجمه، الحاجات اللي هو اصلا في لعيبه منهم هو اصلا كان مدربه. في وجهه نظر ثانيه، لان ما اجيب فرقه اقوى بحيث ان انا برضو يبقى الدافع عندي قوي عند اللعيبه ان هم بيقابلوا منافس قوي، ومن خلال المنافس القوي اقدر ان انا برضو يبقى اللعيبه عندها الحافز وتقدر انها تأدي اداء افضل من اللي احنا شفناه. وجهتين النظر تحترم، لكن لما احط في اعتباري ان الكابتن حسام البدري كان حاطط في ذهنه انه اللعيبه هتطلع من عنده يوم الثلاث، هتلعبوا الاثنين هتطلع الثلاث، في ناس هتلعب الخميس والجمعه واهلي وزمالك السبت، ما كانش الماتش لسه اتاجل. فبالتالي الماتش جاب بتسوانا بحيث ان هو عنده اهلي وزمالك يوم السبت، فما يبقاش في عمليه اصابات او ارهاق، الانديه تبقى متضرره من الحاجه ديت، فجاب فريق يعني نقدر نقول ايه متواضع او يعني فوق المتوسط او متوسط، بحيث ان هو يعني ما يبقاش في تصادم. انا اقرا كابتن في المواضيع دي، بس يقول لك ايه، ان الجزائر لعبت كولومبيا وكسبت 3-0 وهي هتروح تلعب وعندهم ماتشات في اوروبا وكذا وكذا وكذا، نفس تقريبا الوقت. ما هي وجهه، ما انا بقول لك وجهتين النظر، بس ما عندهمش اهلي وزمالك يوم السبت بعد يومين. انما ممكن جدا عندهم طبعا، في مثلا رياض محرز عنده، بس كنت هقول عليك عنده ماتشات يعني صعبه جدا، اصعب من الاهلي وزمالك يعني. فانما هي وجهتين النظر. انا اعتقد ان كابتن حسام حط في ذهنه مع الجهاز الفني بتاعه ان في ناس هتلعب الخميس، هتمشي الثلاث، مش عايزه مش عايز ارهقها. دي وجهه نظر، انا بشوف انا ميال انه لدي اكتر، وبحس ان هو برضه يبقى في نتيجه ايجابيه، ما يبقاش في نتيجه سلبيه في خلال هذه المباراه الاولى بالنسبه له. وهو ما لحقش يمرن الفريق يعني. فدي وجهه نظر. الوجهه النظر الاخرى برضه تحترم وكل حاجه، لكن بقول لك اضرارها كان ممكن لو حد اصيب او النتيجه جت سلبيه كانت ممكن تاثر على. تفتكر يا كابتن عادل المنتخب بيعمل حساب للانديه ولا الانديه اللي بتعمل حساب للمنتخب؟ الاثنين المفروض يبقى في تعاون بين الاثنين يعني، بس الاساس الانديه هي اللي بتعمل حساب للمنتخب، انما المنتخب يعني انا مش مع وجهه النظر اللي بيقول ان هو عشان ناس عندها مباريات في الدوري وكده. انا بقول، معلش يا كابتن ماهر هكمل بس دي، ان هو اختار ماتش او فرقه سهله لان ده اول تعارف مع اللعيبه والجمهور. الجمهور بيبص دايما اللعيبه هم تقريبا، لا المجموعه اللعيبه مع كلها بتاعته ومعرفه، ما اقصدش مجموعه اللعيبه دي مع الكابتن حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، تمام، غير الكابتن حسام اللي عارف اللعيبه من خلال تدريبه لهم في الانديه او معرفته بالدوري المصري. المجموعه اللي هو اختارها بعد فتره الامم الافريقيه، مرحله جديده خالص، احنا جايين بعد اخفاق في الامم الافريقيه، تعارف جديد، بدايه جديده، دايما البدايه الجديده بتبقى عايزه يعني بدايه بالتدريج، لازم تبقى فرقه يعني متوسطه شويه بحيث ان برضو النتيجه تخدم، لان الجمهور ايه وجهه نظر كله صح، كل واحد يعني كل وجهه نظر هي صحيحه. بالنسبه في نقطه مهمه يا كابتن، يعني انا كمنتخب بحافظ على لعيبتي برضو يعني، انا لما واحد يجي له صليبي لا قدر الله او يجي له غضروف ولا حاجه في توقيت انا لسه ببتدي، فطبعا الاصابه دي ملهاش علاقه، ممكن في التمرين يصيب يصاب يعني، لكن هو لما يعمل حساب انه بيحافظ على اللعيبه علشان تقدر تكمل مشوارها في الدوري، دي حاجه تحترم، وبرده النادي بيحافظ على اللعيب وبياخد تعليمات احيانا من المدير الفني انه جهز لي رمضان، جهز لي فلان عشان انا عايزه في المنتخب في التوقيت ده، من فضلك لعب لي فلان علشان انا محتاجه في المنتخب الاولمبي في يوم 8. فيبقى لازم هناك تعاون، بين زي ما في تعاون ما بين شوقي وبين حسام البدري، ان حسام البدري بيعمل ايه؟ سايب له كل اللعيبه. ليه؟ علشان يحصل نوع من انواع يعني في 3 4 5 6 لعيبه ممكن يبقوا موجودين مع المنتخب الاول، وهو حسام سايبهم شوقي ليه؟ عشان يبقى في دايما التعاون ما بين النادي وبين المنتخب الاولمبي وبين هو كمان اسلام الاحلال والتجديد اللي عمله حسام البدري، الاحلال والتجديد يعني اضاف بعض العناصر
في اماكن احنا والاحلال والتجديد اللي عمله الكابتن حسام ان ما خلاش بركات يضحك. هي دي المشكله بجد صدق. بركات على طول عامل لا خلاص خلاص بركات ده دخل تعمله شغل ومش بتاعته بقى المفروض العكس مش بتاعته. احنا قلنا ان كابتن حسام والكابتن حسام بدا هو اللي يضحك بركات هو اللي فهو ده لانه عارف انه عايز يضحك. لو شوف التعليمات التعليمات كلها صارمه طبعا الاحلال التجديد اللي عمله اسلام كابتن عادل حشيش من خلال الجهاز ومن خلال اللاعبين. فهو هو حسام طبعا في اختلاف طبعا كابتن ما بين اداء المنتخب ولا لسه ما نتكلمش في الموضوع ده؟ لا يعني احنا بنقول لسه يعني اول مباراه تعارض بين الجهاز وبين اللاعبين. واخد بالك زي ما قلت لك ان هو برضك بيحاول يحط بعض البصمات من خلال اضافه بعض اللاعبين في اماكن احنا برضك محتاجينها. يعني انت بتتكلم على مثلا النهارده اضافه قفشه يعني رقم 10 يعني عبد الله السعيد اللي موجود البديل بتاعه قفشه. احنا شفنا اضافه جيده طبعا. بالنسبه لحسام البدر عندنا حمدي فتحي هايل يعني تحس بشخصيه لعيب الدوله يا كابتن اللي تقدر تعتمد عليه. يعني حمدي فتحي انا شايف الفتره ديت مش عايز اقول ان هو افضل من النني او افضل من طارق حامد لكن جاي لعيب دولي بشخصيه محترمه لعيب مميز بيجيد المكان ده كمان وبيجيد ان هو بينطلق داخل ال 18 بيقدر يحرز اهداف. عندنا برضك عبد الله جمعه من ناحيه الشمال ودي كانت مشكله بالنسبه اضافه بالنسبه للمنتخب مصر كانت عاملين لنا مشكله برضه وعلامه استفهام في هذا المكان. عندنا حسام حسن لاعب سموحه يعني من ضمن ومصطفى محمد يعني غير برضك اللعيبه اللي هم هياخدهم من المنتخب الاولمبي. حسين الشحات برضك اضافه كمان جيده في المباراه دي. شفنا حسين بصراحه بادائه المتميز مع النادي ومنتخب مصر يعني. فانا شايف ان الاحلام التجديد خلال الفتره اللي جايه مع حسام بدري مع المباريات هيبقى يبان شكل منتخب مصر من ناحيه الاداء من ناحيه طريقه اللعب من ناحيه الخطه اللي هيبدا بيها المباريات بقى يا كابتن. مش دلوقتي الناس تنتظر ماذا بالظبط لان مش عايزين نهاجم برضك. الناس هاجمت المباراه وقالت مباراه ضعيفه واداء هزيل لمنتخب مصر. عايزين نتراجع شويه بس على الحكم على منتخباتنا يعني راجل ثلاث ايام. حضرتك احنا هنا من شهرين كنا بالنادي بالاسماء اللي حسام خدها دلوقتي انت فاكر؟ كنا نقول عبد الله حسين الشحات حمدي فتحي كنا احنا بالنادي ايام اجيرو بالزبط. انت ليه ما خدتش احمد فتحي؟ اجيري اسف ما خدتش احمد فتحي ما خدتش عبد الله جمعه ما خدتش حمدي فتحي ما خدتش حسين الشحات كل ورمضان كنا بنقي وكهرباء كنا دايما بنطلب الاسماء دي وطبعا اضافه لحسام حسن فكل الاسماء اللي احنا كنا بننادي بيها فده راجل فير واخد الناس عن كفاءه واستحقاق يعني. هو انا شاك ان التصريح يعني هو اهم تصريح قاله الكابتن حسام ان هو مفيش فرق بين لعيب محلي ولعيب محترف بره. الاداء في الملعب هو ده الفيصل لان احنا شفنا يعني قبل كده خلال الفترات اللي فاتت كان في اعتماد على المحترفين اللي انا بقول كان بعضهم يعني كان في ناس محليين اعلى منهم في المستويات انما دي كانت طبعا فتره وعدت. التغيير كمان اللي هو عمله الاضافات اللي عملها واعتقد ان كلها دي برضو اختيارات مبدئيه لان الدوري برضو ما بداش بالصوره الكافيه ان يقف على مستويات اللعيبه اللي موجوده في الدوري. ممكن المنتخب الاولمبي خلال الفتره القادمه ياخد لانه وفي لعيبه لسه برضو يعني خلال الدوري المصري مش في المنتخب الاولمبي. محسن انت محتاجه مصطفى رمضان صبحي طبعا طبعا طاهر محمد طاهر امام عاشور لعيب كويس طاهر محمد طاهر لعيب كويس رمضان صبحي لعيب كويس عندك مجموعه ناصر ماهر لعيب كويس عندك مجموعه جيده جدا. انا اقصد اسلام ان ممكن الدوري المصري يفلس برضو لا خلال الفتره اللي جايه لعيبه مش ظاهره يعني مش موجوده في المنتخب الاولمبي تظهر بمستويات كويسه. واعتقد ان الباب مفتوح يعني من خلال تصريحاته للجميع خلال للجميع الفتره القادمه. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني سواء الاول او الاولمبي خلال الفتره القادمه. داخلين على منافسات خصوصا المنتخب الاولمبي داخل على منافسات صعبه جدا جدا الكل خلف منتخبنا الاولمبي. كل الجمهور المصري ان شاء الله يقف خلف منتخبنا الوطني المصري الاولمبي خلال الفتره القادمه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن. احنا بنشكرك يا كابتن. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا. شكرا كابتن حشيش على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله نلتقي يوم الاحد القادم وحلقه جديده من ملعب الاهلي.